اوكي حبيبي، تمام، هنسوي لكم شيرينج. تمام، هذه الصورة هسه ظهرت عندكم مو؟ اوكي جيد. هسه شوف شباب، هذا الدرس هسه اول شيء السلام عليكم طبعا. هذا الدرس شنو اللي راح ناخذ به؟ راح ناخذ به كيفيه انتقال الجهاز العصبي عبر الخلايا العصبيه، وشلون يعني شنو هي الاليه مال انتقال الجهاز انتقال الاعازات او الامبولسز الكتريك، يعني النبضات الكهربائيه عن طريق الجهاز العصبي. اوكي، نعرف احنا هسه اول شيء المركز هسه نفرض انه عندنا بيئه وعندنا فد مصدر مال الكهرباء مولده. المولدة هي اللي تمثل مصدر الكهرباء، وش تمثل الدماغ أو العقل، هو مصدر يعني الكهرباء الموجودة بجسم، مصدر الامبولس الإلكتريك يعني النبضات الكهربائية اللي يبعثها للجسم عن طريق من؟ احنا المولدة تنطينا كهرباء عن طريق الأسلاك تنتقل بيها. فاحنا منين تجينا يعني منين الدماغ ينقل الامبولوسز الإلكتريك إلى باقي أنحاء الجسم؟ ينقلها عن طريق النيرفز يعني الاعصاب، وعن طريق يعني الحبل الشوكي والى اخره يعني. المهم فد اكو اهم اسلاك نسميها النيرفز، وهذه الاسلاك مكونه منين؟ مكونه من خلايا عصبيه، نيرفز نيورون نسميها، ومهمه النيوروجيريا يعني الخلايا الدمق العصبي. هذه اشياء تعرفونها وماخذينها يعني بالفاونديشن مثل ما تعرفون كتر يعني ستراكشر فور ذا نيورو سيستم، الجهاز العصبي. اوكي، فهسه اول شيء لازم نقسم الجهاز العصبي. شنو هو الجهاز العصبي؟ احنا اول شيء بدايه المزم اكو تقسيم خطا بالنسبه، يعني الكلام اللي راح اقول لك بيه انا صح، بينما شويه اكو خطا موجود بالفيزياء يعني اول ما تدخل المحاضره اقسم لك الجهاز العصبي. شوفوا احنا عندنا تقسيمين حسب الاناتومي اللي راح ناخذها بعدين ان شاء الله المراحل الجايه. عندنا تقسيمين للجهاز العصبي، اما تقسيم بالنسبه للستركتشر، يعني شنو بالنسبه للستركتشر؟ يعني بالنسبه للتركيب مالت العضو مالت الاورجن، تمام، او للفانكشن، تقسيم بالنسبه للفانكشن مالته، يعني شنو بالنسبه للوظيفه اللي يؤديها هذا العضو. فهسه اذا نريد نقسم الجهاز العصبي بالنسبه للستراكشر ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندي الجهاز العصبي المركزي يتقسم الى قسمين او قسمين، الجهاز العصبي كله قسم الى جهاز عصبي مركزي، جهاز عصبي محيطي يسمونه سنترال، وشنو بعد؟ او برايفيرال. السنترال ايش يحتوي؟ يحتوي على البرين والسبينال كورد، يعني يحتوي على الدماغ كذلك الحبل الشوكي، هذا يسمونه السنترال. زين، اوضح لكم فد شغله ثانيه، شنو الفرق بين السنترال والبرايفيرال؟ السنترال شوفوا يعني شيء يؤثر على، البرايفيرال يتاثر به. اوكي، يعني هسه انا اقول لكم هسه اني لو عندي مثلا فد تليفون، هذا التليفون هسه جاي اشتغل به اني، اني سنترال ليش؟ لان انا جاي اشتغل بالتليفون واثر عليه بلمس، المس هذه المس هذه، المس الصوره، اعطي رجوع كذا، هاي انا ايش يسموني سنترال ليش؟ لان جاي اثر عليه. اوكي، بينما اللي يتاثر باللي جاي اسويه يسمونه برايفيرال. مو معناها انه انا اقول هذا سنترال وهذا برايفيرال بالنسبه للمركز، والله صنفت يعني الدماغ سنترال لانه موجود بمركز يعني مركز الجسم او اعلى الجسم سميته سنترال، لا، لانه هو يؤثر، لانه هو يقود العمليات اسميه سنترال رئيسي او مركزي. تمام، البرايفيرال لانه يتلقى التعليمات وهو يؤدي الشغل، شو اسميه؟ اسميه برايفيرال. هذه اول شغله لازم تعرفونها وتتعودون عليها من رايح، يعني مو عبالكم بالنسبه للموقع مال البليس. تمام، هسه قسمناه بحسب الستراكشر، تمام، الى سنترال وبرايفيرال. سنترال قلنا السبينال كورد بالاضافه الى الدماغ اللي هو البراين، تمام، والبرايفيرال نعرفه انه يحتوي على النيرف راس والى اخره، يعني الاعصاب القناه العصبيه اللي موجوده، يعني كل الاشياء العصبيه ما عدا البراين والسبينال كورد يسمونه برايفيرال. تمام، هسه هذا شنو قسمناها؟ قسمناها طبعا للستراكشر. اوكي، هو شنو قسم لنا بالمنسج؟ قال لي الجهاز العصبي يتقسم، المن يتقسم الى سنترال او اتونوميك، يعني خطا. هسه راح من اشرح لكم شنو هو التقسيم راح تعرفون شنو هو الصح وشنو هو الخطا. هسه عرفنا احنا بالنسبه للستراكشر يتقسم الى سنترال او برايفيرال،
اوكي تمام. هنا الدور راح اقسمه بالنسبه للفانكشن. المن بالفانكشن يعني شنو الفانكشن؟ يعني بالنسبه للوظيفه اللي يؤديها. عندنا يعني الستراكشر يعني شيء اتلمسه او مكان معين، اوكي؟ بينما الفانكشن يعني حسب الوظيفه اللي يؤديها. احنا راح نقسم الجهاز العصبي كله كمله حسب الوظيفه اللي يؤديها الى جهاز طوعي وغير طوعي، تمام؟ يعني فلونتري وانفلونتري، او يسمونه يعني الغير طوعي يسمونه الاوتونوميك، يعني هذا تلقائي، تمام؟ وال يعني اللي يسوي شيء طوعي يسمونه السوماتيك، تمام؟ هذا اذا قسمته بالنسبه للوظيفه اللي يؤديها، نوع الوظيفه اللي يؤديها، هل هي اراديه او لا اراديه؟ قسمت فلونتري او انفلونتري. جيد؟ جيد. هذا بالنسبه للفانكشن. بعد بها تقسيم ثاني، الانفلونتري بها تقسيمين، يعني الجهاز العصبي اللا ارادي. نعرف عن الجهاز العصبي اللا ارادي يشمل يعني كل العمليات مالت الايض الخلوي اللي تتضمن لي الفعاليات اللي يسويها الجسم بدون اراده الشخص، مثلا نبضات القلب، اوكي؟ بعد مثلا يعني تدفق الدم كذا، يعني هذه الاشياء اللي يسويها الجسم بدون ما ياخذ الاذن من عندك، يسويها تلقائيا، سواء انت نايم قاعد تركض تلعب هو يسويها. جيد. اكو تقسيم اخر للاوتونوميك. هسه عرفنا انه احنا بالنسبه للستراكشر عندنا سنسور وبرايفيرال، اوكي؟ بالنسبه للفونكشن عندنا طوعي ولا طوعي، بلونتري وانفلونتري. هسه البلونتري يتقسم الى اثنين، البلونتري يتقسم الى اثنين، المن والمن. يتقسم يسمونه واحد سمبثاوي وبارا سمبثاوي. احنا نعرف عن السمباثي معناه عاطفي او احساس وكذا، ماخذين هذا المصطلح. السمبثاوي يعني معناه ارادي، مو ارادي وانما يعني احساسي. وبارا سمبثاوي يعني هو مو بهذا المعنى الدقيق، بس راح اوضح لكم شنو الغرض بتاعتهم. السمبثاوي معناه زياده، البارا سمبثاوي معناه نقصان. حسن شنو نقصان شنو زياده؟ شوفوا، هو مو جهاز غير طوعي، الانفلونتري هو مو غير طوعي. مثلا ناخذ مثال هسه القلب، نبضات القلب هي غير طوعيه يعني، اوكي؟ فاما نصنفها لل يعني الاوتونوميك او الانفلونتري، يعني الجهاز العصبي اللا ارادي، اوكي؟ تمام، متفقين. زين، القلب مو راح يصير به زياده بنبضاته او نقصان بالنبضات، هذا الشيء نعرفه احنا. يعني اما يصير به زياده بنبضات خفضان مثلا، اوكي؟ او يعني يصير طبيعي او ينقص، هذا الشيء نعرفه احنا. اذا ينقص شو نسميه؟ واذا يزود شو نسميه؟ اذا ينقص نسميه الباراسمبثاوي. هذا الجهاز الباراسمبثاوي هو المسؤول عن نقصان ضربات القلب، اوكي؟ اذا يزيد عن الحد الطبيعي شو نسميه؟ نسميه السمبثاوي، جهاز سمبثاوي، اوكي؟ مفهوم؟ يعني هسه العمليات التلقائيه اللي يسويها الجسم صنفناها انفلونتري، اوكي؟ الانفلونتري راح تتقسم الى سمبثاوي وباراسمبثاوي. سمبثاوي مسؤول عن الزياده، باراسمبثاوي مسؤول عن النقصان، يعني تمدد الاوعيه الدمويه. هنا تمدد الاوعيه الدمويه يخش لا ارادي، اوكي؟ انا الصنفه الى يعني سمبثاوي، بينما تصلب الاوعيه الدمويه او تضييق الاوعيه الدمويه صار نقصان بالقطر الدموي، شنو الصنف؟ الصنفه بارا سمبثاوي، اوكي؟ لانه غير ارادي. جيد، هسه عرفنا التصنيف. هذا التصنيف راح يمشي وياك بالاناتومي بالسنوات الجايه، يعني تكون تعرفها من هسه وتضبط امورك. فهسه عرفتوا شنو الخطا اللي موجود اول شيء بدايه المأزمة، تمام؟ طبعا الخطأ موجود بمنزلة طب الزهراء، موجود بمنزلتنا، اوكي؟ متفقين نعبر هذا الشيء. نجي شنو هو النيور، شنو هو يعني الخلية شنو هي؟ الخلية هسه راح اوضح لكم. هسه هاي الخلية، هذا هسه ظاهرة عندكم مو؟ تمام إيه ظاهرة شباب، جيد جيد. هسه هذه الخلية، خلينا ناخذ لكم صورة افضل. هذه الخلية، اوكي؟ الخلية منين تتكون لي هسه؟ كتركيب يعني ستراكشر، منين تتكون لي؟ تتكون لي من جسم الخلية، هذا جسم الخلية يسمونه، شفتوه؟ اوكي؟ ويتكون من ذيل، هذا الذيل شو يسمونه؟ يسمونه الاوكسين او المحور، تمام. وبعد تركيب ثالث شو يسمونه؟ يسمونه الاوكسين ترمينالز. يعني شنو؟ يعني هاي النهاية مالت الاوكسين، شوفوا هاي المشجرة، اوكي؟ هسه راح اوضح لكم ايش كم شغله. يعني شوف، هذا جسم الخليه اللي اخذته، هذا جسم الخليه هو شنو وظيفته دائما؟
دائما وظيفته يستقبل ويعطي. اوكي، بس باغلب الاحوال، اغلب الاحيان العفو يستقبل. شنو وظيفه جسم الخليه؟ يستقبل الاشارات. اوكي، وظيفه الاوكسين هو نقل، فقط نقل، ينقل من والى، يعني بس عمليه توصيل. شلون قلت لكم هسه جسم الخليه هذا مثلوب المولده، تمام، وهذا الاوكسين مثلوب الوايرات، اوكي، بينما هذه مثلوها بالبيت، هذه اللي يسمونها تيرمينالز. جيد، هسه عرفنا الوظائف، لان هسه بعدين راح يعني كلش تفيدك هذه المعلومات اللي راح اقولها. تمام، عرفنا هسه كتركيب انه هذا جسم الخليه وهذا الاوكسين وهذا التيرمينالز. راح تيجي تشوف انتقال الإعاز العصبي، هيش راح يكون بهذا الاتجاه. انا امسح لكم اياها، هيش راح يكون بهذا الاتجاه انتقال الإعاز العصبي، هيش. جيد، هسه ما عندنا هنا مشكله، شوفوا راح اوضح لكم شلون تنتقل يعني الإعاز خليه الى اخرى، لان هذا الشيء اساسي يعني. بس انا اشوف لكم صوره حتى اطبق عليه. هيج، هسه انا عندي هافد خليه عصبيه، هذا الجسم مال الخليه وهذا الاوكسين مالتها، تمام، هذا الاوكسين مالتها. انا شريد هسه النيرف العصب، هذا العصب منين يتكون؟ يتكون من خلايا عصبيه، خليه بصف واحده، خليه بصف واحده، خليه بصف واحده. اوكي تمام، يعني شلون هسه عندي قطعتين مال واير، اريد اطبق سويه، مو راح الفهم سويه هصير قطعه واحده. هاي القطعه الواحده الكبيره يسمونها النيرف، منين متكونه؟ متكونه من قطعتين مال واير. هسه النيرف متكون من اكثر من خليه عصبيه، زين الخليه العصبيه غير فت عندي تيب او فد شيء اربطهن الاثنيناتهم، يعني حتى توصل وتنتقل الاشاره العصبيه من خليه الى اخرى، من خليه الى اخرى. اوكي، شلون؟ هسه اوضح لكم. هذا هسه عندي فد خليه، هذا اللون الاخضر، هذه خليه عصبيه، اوكي، وهذه هم خليه عصبيه، وهذا النيرف مالتها، وهذه هم خليه عصبيه، وهذا النيرف الاوكسين العفو مالتها. هذا كله من ثلاث خلايا، كلهن يسمونه النيرف، كلهن يسمونهن فهد عصب واحد، لان العصب يتكون من اكثر من خليه. جيد، جيد. بالنسبه لاتجاه انتقال الاعاز العصبي راح يكون بهذا الاتجاه، تمام، من جسم الخليه للمحور، من جسم الخليه للمحور، من جسم الخليه للمحور، وهكذا. زين، لو تلاحظون هسه انا ما ربطت هاي ويا هاي، يعني شوف شوف هاي المنطقه خليتها فارغه هاي. زين، النبضات شلون راح تطفر؟ شنو العمليه اللي راح تخليه تنتقل الإعاز العصبي من والى؟ اوكي، هسه راح اقول لكم شلون. اول ما اجى الإعاز العصبي من الدماغ، وين دخل؟ دخل هنا بجسم الخليه، لان يعني قلت لكم جسم الخليه معناه استلام، تخليه بجسم الخليه، انتقل للإعاز العصبي، انتقل لي اي اتش. قلت لكم معنى الاوكسين هو توصيل، وصل للاوكسين لهنا، تمام، حلو. هسه وصل الاوكسين، بس شلون هسه يطفر الاعاز العصبي من هنا لهنا؟ لازم عندي طريقه حتى يطفر به الاعاز العصبي، اوكي، لازم عندي طريقه ايصال. هذه طريقه الايصال شلون تتم؟ انا اقول لكم شلون تتم. تتم عن طريق شغله جسم يسمونها السينابسيس. شنو السينابسيس حسن؟ سينابسيس هي فد منطقه تتكون بين خليه واخرى، بين خليه واخرى. شنو فائدتها؟ فائدتها تسوي لي فد توصيل بين هذه الخليه العصبيه وهذه الخليه العصبيه، تمام. شلون المكعبات؟ يعني هسه نفترض هاي قطعه مال المكعبه وهذه قطعه مال المكعبه، شلون اذا اربطهن؟ اشوف قطعه اخرى خليها هنا واربطهن اثنيناتهم. هذه القطعه اللي ربطت فيها اسمها السينابس. اوكي تمام، زين، بس حسن، آسفة على المقاطعة، الصوت أبد مو واضح. ادي الكل واضح؟ ما أعرف، قبل شوي كتبوا بالشات همين مو واضح. زين، لا واضح واضح لا بس واضح، لا صوت واضح. زين، هسه شلون لعب؟ داس تمام. ابدل الشبكة واشوف، بس شوية الصوت فطمني. خلي لا ابدل لا الشبكة، خلاص، هذا هو تمام. خلي ابدل الشبكة، تمام. بس هي مو كانت على أساس حسب التصويت بالعشرة؟ هسه الصوت واضح؟ اي واضح، ها هي، ايه تمام. الو، اوكي، من يقطع اللولي. اوكي، جيد، هسه عرفنا شلون هاوي نتقل العصب، تمام،
انت عبرت من ضرب النار مكون من خلايا عصبيه. بس المايك بلا زحمه من فاتح مايك. اوكي، هسه راح اوضح شنو هو يعني الانتقال بين خليه واخرى وشنو هو السينابسس. شوفوا لي شوفوا لي، راح ادخل هاي هسه، هاي واضحه مو؟ شوفوا هاي المنطقه اللي هنا بالنص، لاني هاي خليه عصبيه وهاي خليه عصبيه، هذه المنطقه اللي هي السينابسس. المنتقلات هذه لهذه منتقلات من الأسفل الخلية إلى الخلية البلوية. إذا نيجي ماكو عازل صورة أي شيء. من الخلية إلى أخرى، المنطقة الفراغ اللي بيناتهم السينابسس. يعني السينابسس إلى أكثر من حسن أكثر من خلايا، لا أصغر بعد، أصغر أصغر. عندنا مثلا الأخذنا هي حسن حسن هذا شوية، الميكروبية. نعم ماكو صورة، نعم الصورة تطلع ما تطلع وتختفي، صورة؟ تطلع وتختفي. ايه هسه موجودة صورة. ارجع على الشبكة لأنه هسه لا صوت ولا صورة واضحة. ألو ده؟ تمام؟ ماكو اي شي. سويت بث للصورة هسه، هسه اكو بث علي ما تظهر عندي حسن، رجعت الصوت الشبكة. الصوت الصوت مشوش مالتك، أتوقع مخلي الهيدفون. هسه يطلع لي ولا هسه الصورة طلعت، بس واضحة؟ اي حسن واضحة. اي تمام. تمام تمام اوكي، يلا نكمل. هسه هذه هنا هي قلت لكم السينابسس، انتقال من خليه عصبيه الى اخرى. شوف النقاط الحمر، هو انتقال للإعاز العصبي من هذه الخليه السفلى الى الخليه العلويه هذه، اوكي، عن طريق خلايا ذني يسمونهن السينابسس. شوفوهن ذني السينابسس، اوضح لكم في طريقه ثانيه هذه بطريقه اخرى. شوفوها هذا في الحمراء هسه، شوف هذا الاحمر اللي ينتقل من والى، هذا هو يسمونه يعني او يطلقون عليه بالسينابسيس، اللي يسوي لي ايصال بين خليه واخرى. هسه عرفنا شلون ينتقل الإعاز العصبي بشكل عام يعني بشكل سطحي. بعد ذلك هسه الدور راح نعرف شلون ينتقل الإعاز العصبي بشكل جزئي وبشكل مثل ما نقول يعني متعمق، راح نتعمق به. بس هسه هنا لازم تركيز، اوكي، لازم تركيز زين. خلينا ناخذ لكم هسه فتره اشرح لكم عليه. اوكي هسه ثواني، هدخل على هذه المزنة. هسه واضحة تكون ظاهرة؟ اي ظاهرة واضحة. شباب؟ تمام حلو حلو. هسه هنشوف شنو هو هذا. شوف هسه هذا النيور الاوكسين، هذا البلوك الاوكسين اللي مهمة التوصيل. هذا كله راح ناخذه بجزء تفصيلي، وشلون ينتقل الإعاز العصبي من خلاله. اوكي، منين يتكون وشلون يصير الانتقال من والى من والى من والى. تمام، أول شيء احنا لازم نقسم الجهاز العصبي، لازم نعرف شنو يعني الجهاز العصبي. العفو، الأوكسين كم نوع من الأوكسين عندي أنا؟ عندي يعني عندي أوكسينين، يعني نوعين من الأوكسينات. شنو ذني؟ نوعين من المحاور، أما يكون محور مغطى بميلانين شيث، يعني HB، هيجي ذني العقد. وين هسه هذه؟ شوفوها، هذه يسمونها ميلانين شيث. تمام، او يكون ما يحتوي على ذني. هسه بعدين اراويكم الصوره من ارجع لي غادي. اوكي، هسه خلينا ناخذ، راح ناخذ فد مقطع منه وراح ندرسه. هسه هذا كل هذا راح ناخذ بس فد هذا المقطع، شوفوا تمام، وراح ندرسه بالصوره اللي التاليه. اوكي، نشوف منين يتكون. هسه هذا اخذناه،
هذا يمثل لي داخل الخلية. هذا شوفوه، هذا يمثل لي داخل الخلية، هذا اللون الأحمر، وهذا يمثل لي خارج الخلية. أوكي، بشكل عام بشكل عام عندي 4 حالات، وراح أشرح لكم إياهن وأعطيكم تعاريفي هسه إن شاء الله. يعني من نكمل، عندي 4 حالات حتى يتم الانتقال مال الجهاز. شوفوا يعني هسه الفكرة مال كل الانتقال، الفكرة مال كل المحاضرة راح أحكيها هسه، فأنت لازم تركز بيه. تمام. أول شيء نحكي على الستراكشر، التركيب مالت الجهاز أو مالت الغشاء أو مالت الخلية أو الغشاء البلازمي مالت الأوكسين. هذا هسه هاي الصورة. داخل الخلية تكون الشحنة سالبة، أوكي، وخارج الخلية تكون الشحنة موجبة. تمام، أوكي، زين. ليش تكون خارج الخلية موجبة وليش تكون داخل الخلية سالبة؟ خارج الخلية دائما، انتم تذكروا، خلوها ببالكم، خارج الخلية دائما تحتوي على شنو؟ تحتوي على شنو؟ تحتوي على الصوديوم، أوكي، تحتوي على الصوديوم. وداخل الخارج داخل الخلية تحتوي على البوتاسيوم. تمام، هسه هذه خلصنا من عندها، انه خارج الخليه دائما تكون بها صوديوم كميات كبيره، وداخل الخليه تكون اكو كميات بوتاسيوم، هن اثنيناتهم شحنه موجبه. تمام، اوكي. فهسه لو نفترض انه هذا، انا عندي مثلا 30، يعني 30 ذره، او يعني من الصوديوم، يعني راح اصير، نفترض ان الشحنه راح اصير عندي 30 خارج الخليه، اوكي، وعندي 30 من البوتاسيوم بالداخل، هم راح اصير عندي 30 داخل الخليه. شنو هنا شنو اللي لاحظه؟ اللحظه انه اكو في التساوي، يعني شحنه موجبه متساويه خارج الخليه مع داخل الخليه، 30 على 30. بهذه الحاله ما عندي فرق كهربائي. تمام، بهذه الحاله ما عندي فرق جهد كهربائي اصلا، يعني فرق الجهد الكهربائي هو اذا عندي فد غشاء، تمام، اللي هو هذا الغشاء، تمام، ومن جانبي اكو اختلاف في عدد الشحنات. تمام، بس لحد الان انا هسه ما عندي ولا اي، يعني اي بوتنشال، اي جهد ما عندي. زين، داخل الخليه مو عندي بس بوتاسيوم، زين ايش عندي بعد؟ عندي اللي يسمونه هذا، شوفوا هذا يعني بروتين ايون، او ايونات البروتينيه، هذه تكون بشحنه سالبه، وهذه متواجده داخل الخليه اكثر من خارج الخليه. تمام، عشان راح تكون داخل الخلية عندي شحنة موجبة جايتني من البوتاسيوم، وشحنة سالبة جايتني من أي بروتين، أوكي، سببت لي يعني فت تنافر، مو تنافر، وإنما أنا أقول لكم شلون هسه. يعني لو عندي فت 30 وحدة بوتاسيوم، أوكي، وعندي يعني فت 10 بروتين أيونز هذا السالبة، أوكي، فسالب بالموجب مو يصير تجاذب، اذا تجاذب مو راح تصير شحنه متعادله. هسه انا اذا عندي شحنه سالبه وعندي شحنه موجبه وادمشن سويه، وراح يصير عندي متعادل، اوكي، معناها اختصرها اخذت ودي. فهسه اني لو عندي فد 30 موجب وعندي فد 10 سالب، اوكي، فراح يعني 10 من ذني الموجبات، 10 من ذني الموجبات اخذ من 10 اختصرهن ويا ذني العشره. تمام، شو بقى عندي؟ يبقى عندي 20 موجب بس بالداخل. خلينا نشوف من الدخل، هسه واضحة الفكرة لحد الآن؟ يبقى عندي فقط 20 شحنة موجبة موجودة داخل الخلية. زين، أنا عندي 20 شحنة موجبة داخل الخلية، وخارج الخلية مساحة كان عندي 30، 30 مساحة كان عندي، أوكي، قلت لكم نفترض أنه 30 عندي من الصوديوم برا، وعندي 30 من البوتاسيوم بالداخل، ف30 البوتاسيوم اخذنا يعني 10 حتى اختصرهن ويا هذا البروتين، اوكي. فش بقى عندي بالنهايه؟ عندي 30 صوديوم خارج الخليه مع 20 بوتاسيوم داخل الخليه. هسه ذني 30، تمام، ذني 30 وذني 20، صار بيناتهم فرق جهد كهربائي. اخذت هسه عرفتوا انه شنو هو الفرق بالجهد الكهربائي؟ لازم اكو شحنات مختلفه داخل وخارج الخليه، اكو شحنات سالبه دائما برا، شحنات موجبه دائما جوا، فمن يكون هيجي يكون اكو فرق جهد كهربائي. هذا هسه الشرح اللي شرحت لكم اياه، هو شرحت لكم معنى فرق الجهد الكهربائي، هذا لازم تبقى ببالكم.
احنا يعني هسه باي شيء، باي شيء ايش عندي؟ عندي حالتين حركتي، حالتين حركتي حركيتين، شنو هن ذني؟ اما تكون ريستنج يعني بحاله راحه، او تكون بحاله ستيميليشن يعني تحفيز. جيد؟ يعني اذا راحه يعني ما عندي اي انعكاس عصبي، هسه انت متنايم، متنايم خو ما تحس باي شيء، مو ما تحس باي شيء، وانما ما لا تحرك في شيء، لا بس تنفس ونايم. اوكي؟ هنا تكون النيرفس مالتك يعني الخلايا العصبيه تكون في حاله ريستنج يعني ثابته وبراحه، وما جاي ما جاي تندس شغل. بينما لو مثلا جاي مثلا تطبخ او كذا وتشوي ودورك تغسل بماي بارد وكذا وشي، هنا راح تحس، راح هنا النيرف مالتك يعني الاحساس والاعصاب مالتك مو تتحسس، تصير بحاله ستيموليشن يعني تحفيز، الحراره تحفز العصب حتى تحس، البروده تحسس العصب مالتك اللي بالاصابع مالتك، يقول لك الدماغ ترى هذا المي بارد. اذا قست القدر يعني انت ومثلا انت شويت، فالاعصاب او يعني النيرف سنسوري اللي موجوده بالفينجر مالتك راح تتحسس وتودي للدماغ وتقول ترى هذا شيء حار، والدماغ راح يقول لك ان لازم توخر ايدك. اوكي؟ فهذا يسمونه ستيموليشن. يعني عندنا هسه يعني حالتين حركيتين، واحده ريستنج واحده ستيموليشن. تمام. شنو هي الحاله الريستنج؟ شنو هي الريستنج؟ شوفوا هسه من هنا راح ابلش الدور، احكي لكم يعني كيفيه انتقال الإعاز العصبي، فتركزون معي. شنو هو الريستنج؟ الريستنج هي الحالة، هي الحالة اللي تكون بيها، هي الحالة اللي تكون بيها الشحنات داخل الخلية سالبة وخارج الخلية موجبة. أوكي؟ هذه حالة الريستنج. هسه الريستنج شنو؟ الريستنج أنه الشحنات داخل الخلية، هذه داخل الخلية تكون سالبة. أوكي؟ وخارج الخلية تكون موجبة. شلون صارت موجبة؟ شلون صارت سالبة؟ أوفكم من هذه. المهم سالبة وين؟ بالداخل، أوكي؟ وموجبة وين؟ بالخارج. هذا يسمونه الريستنج، يعني حالة الريستنج. هذه أول حالة من أربع الحالات اللي راح أشرح لكم إياها. أوكي؟ تمام. ومعلومة ثانية ولا تنسونها أبد، هذه كلش مهمة، أنه خارج الخلية عندي صوديوم. تمام؟ داخل الخلية عندي بوتاسيوم. اوكي تمام، هسه ذني الاشياء الاساسيه اللي لازم تفهموها. نرجع للصور مالتنا، خذنا هسه اول حاله اللي هي الريستنج، انه قلت لكم الشحنات الموجبه تكون، الشحنات الموجبه تكون خارج الخليه، والشحنات السالبه وين تكون؟ تكون داخل الخليه. اوكي هسه نشوف اذا الصوره انا مسويتني اياها. هذه هسه، هذه الصورة، هذا هسه الأوكسين، هذا كله الأوكسين. أوكي، وهنا الشحنات الموجبة تكون خارج الخلية. أوكي، هذه الشحنات الموجبة خارج الخلية، وهذه الشحنات السالبة تكون داخل الخلية، يعني يعني تحت الغشاء البلازمي بالداخل تكون. فهذا يسمونه في حالة ريستنج. تمام، في حالة ريستنج. أوكي، هذه أول حالة أخذناها، هسه هذه أول حالة ريستنج. اوكي، الحالة الثانية، الحالة الثانية شو يسمونها؟ يسمونها الديبوبولاريزيشن. ديبو يعني دي معناها إزالة، اوكي؟ والبولاريزيشن اللي هي يعني هسه اقول لكم، هسه اشرح لكم اياها. اوكي، شنو هو، شنو هو يعني اصلا البولاريزيشن؟ شنو هو البولاريزيشن؟ البولاريزيشن معناها استقطاب او قطبي، قطبي. شنو هو القطبي؟ قطبي يعني عندي قطب موجب وعندي قطب سالب. اوكي؟ يعني عندي جهد موجب وجهد سالب. وين ما القى عندي جهد موجب وجهد سالب شو يسمونه؟ يسمونه بولارايزيشن. يعني هذه في الخليه يسمونها مستقطبه. اوكي؟ ما دام عندي شحنتين مختلفتين وجهديين مختلفين فيسمونها مقطب، مستقطبه العفو. اوكي؟ يعني بها قطبين، قطب موجب وقطب سالب. اذا اثنينات الموجبه فهي ما بها، ما بها يعني بولاريزيشن، اذا اثنينات سالبه ما بيها بولاريزيشن، يعني غير مستقطبه، لانه المستقطبه لازم بيها اثنين مختلفات، واحد موجب والثاني سالب. اوكي زين، بالريستنج، بالريستنج مستقطبه لو غير مستقطبه؟ قولوا لي بالريستنج، بحاله الريستنج
غير مستقطبة. مستقطبة شلون؟ مستقطبة مستقطبة لو مستقطبة غير مستقطبة غير مستقطبة مستقطبة ليش؟ انبيها مو جاوب يا سعد. اوكي بس شو يسمونها؟ يسمونها الرايستنج. هسه راح ناخذ فد اشياء اخرى وهسه راح اوضح لكم اياها. اوكي هسه عرفنا الرايستنج، نيجي وراها للديبو بولرايزيشن. ديبو بولرايزيشن هسه خلينا انطيكم فد صوره اشرح لكم عليها. صورة فات هذه، نعم هذه الصورة، ناخذ هذه. اوكي معروضة لكم الصورة مو؟ هسه انا عندي هذه، هذه الخلية. اوكي هذا هذا داخل، هذا الداخل اوكي، وهذا الخارج برا. تمام الخارج باللون الفردي، باللون الاصفر. اوكي انا متعود بالريستنج، بالريستنج ايش عندي؟ عندي شحنات سالبه داخل الخليه، هذا ريستنج. اوكي والشحنات موجبه، بس المايك بلا زحمه، شحنات موجبه خارج الخليه، هاي يسمونها حاله ريستنج. انا اشوف من فاتح المايك. على على المايك. تمام اوكي هسه هذه حاله ريستنج، متفقين. اوكي وش متفقين؟ الشغله الثانيه اللي متفقين بها انه هنا عندي بوتاسيوم وهنا عندي صوديوم. اوكي متفقين. شغله اخرى انه نعرف احنا بالغشاء البلازمي اكو فد بوابات، اكو فد بوابات هنا باللون الاسود، هذه البوابات هنا يعني تخلي لي الغشاء البلازمي يبادل المواد من والى، يعني من الخارج للداخل، من الداخل علا المايك علا من السماء تهدد المايك. يسمونها البوابات. خلينا اقلق عني مثلا، وين هي علا؟ اوكي ما تعرف ما تدري جوز. تمام حسن سد انت من يمك. اي غلقت غلقت حبيبي. هسه عندي نعرف ان عندي فد بوابات، هذه البوابات تسمح لي بالتبادل بين يعني الداخل والخارج والخارج والداخل. اوكي ونعرف ان الغشاء البلازمي نفاذ يعني اختيار النفاذيه العفو، يعني شنو هو يبادل بكيفه، هو شو وقت ما يعجبه، شو وقت ما يحتاج يبادل، يسوي عمليه مبادله. تمام هذا هسه حاله ريستنج، متفقين حاله ريستنج جيد. شوفوا هسه راح اسالكم عن سيد لي فد لون ثاني، هنا عندي هسه اني كي وهنا عندي ان اي. اوكي راح اسالكم سؤال، الديبو هسه هذه بولاريزيشن ادري بها يعني انه مستقطبه، عندي موجب وسالب، اذا اريد اوخر الاستقطاب، اذا اريد اوخر الاستقطاب يسمونه ديبو بولاريزيشن. ديبو بولاريزيشن شنو معنى الديبو بولاريزيشن؟ هذه المهمة راح أشرح لكم إياها وبعدين أقول لكم في الشغلة عليها. الديبولاريزيشن معناها أنه البوابات، البوابات مالت من؟ مالت الصوديوم، هذا اسمه هذا صوديوم، هذا هذا الصوديوم إيش بيه؟ راح يدخل للداخل. أوكي دخل الصوديوم، دخل الصوديوم للداخل، فتحت البوابات مال الصوديوم فدخلي للداخل. شو اسم هاي العملية؟ يسمونها ديبو بولاريزيشن، احفظها، دخل الصوديوم من جوا ديبو بولاريزيشن. زين زين اوكي اوكي انا ايش عندي؟ ايش عندي اني؟ عندي الداخل سالب، الداخل مثل ما قلت لكم انه داخل سالب، هذا شوفوا سالب مأشر لكم عليه هاني. اوكي داخل سالب والخارج موجب. زين لنفترض اني هسه لنفترض عندي فد الشحنات السالبه مقدارها 70، 70 مايكرو فولت. اوكي نفترض يعني، فمن ادخلها الصوديوم، من ادخلها الصوديوم اوكي ايش راح يسوي الصوديوم؟ هي مو شحنه سالبه، الصوديوم شحنته موجبه لو سالبه؟ الصوديوم موجبه لو سالبه؟ موجبه موجبه. من يدخل من يدخل للداخل ايش راح يسوي للسالب؟ مو راح يندمج وياه؟ اذا اندمج وياه ايش راح يصير؟ وراح يصير اكو تعادل مو لا؟
زين، أنا عندي سالب بالداخل، عندي سالب بالداخل وإيجاب موجب من الصوديوم، تمام؟ إيجاب موجب من الصوديوم، راح يصير يتحدن يصيرن تعادل، فيقوم الصوديوم يعادل داخل الخلية. يعني هي كانت داخل الخلية سالبة، ضفنا لها كميات موجبة، ضفنا لها كميات موجبة، راح تلغي الشحنات السالبة، تمام؟ زين، اليا مدى ايش قد تبقى، ايش قد يبقى الصوديوم يدخل، ايش قد يبقى؟ يبقى الصوديوم يدخل لحد ما يسوي الشحنات داخل الخلية صفر. اوكي، يعني نفترض لو عندي 60 شحنة سالبة داخل الخلية، فراح يدخل ايش قد؟ 60 شحنة موجبة من الصوديوم، راح يؤدي لانه داخل الخلية تصير صفر، شحناتها صفر. اوكي، متعادل حسن متعادل. حسن، يظل صفر لو يرجع يصير بالسالب انعكاسي. هسه احنا ما عندنا فد شيء اسمه صفر، احنا اي انتقال، اي انتقال بالتيار الكهرباء او اي انتقال بالجهاز العصبي لازم عندي فارق جهد. اذا صار عندي صفر داخل الخليه ما راح يصير عندي شيء اصلا، يعني ما، يعني ما استفاديت شيء من هذه العمليه، لانه انا اريد اسوي، عمليه انتقال عصبي، من دخلت الصوديوم صارت الشحنه داخل الخليه صارت صفر. اوكي زين، الصوديوم قاعد راحه؟ لا، ايش قال؟ قال انا راح ادخل بعد، شفت من عندي انا اريد ادخل بعد، اريد اغزوها كلها، دخل الصوديوم، دخل الصوديوم من البوابات كلها، ايش سوى؟ ايش سوى؟ هي مكان الصفر، هي مكان الصفر، دخل الصوديوم بعد، ايش سواها؟ موجبة لو سالبة؟ موجبة سواها موجبة موجبة، هي موجبة كانت صفر، موجبة هي كانت صفر، هي كانت صفر، ضفنا لها بعد صوديوم، ضفنا لها بعد صوديوم، ضفنا لها بعد صوديوم، قام تصل الشحنات الموجبة داخل الخلية، صارت وصلت توصل يعني 30 كما موجود، تقريبا ملي فولت. توصل 30 مايكرو فولت، ما كما موجود في المنهج. اوكي، حسوني هذه ملي الشحنات فولت الموجبة بس التوضيح، ملي هاي فولت وير. مو مايكرو. ملي، تمام، ملي حسين فولت. بس نعم، ثواني، هاي علا كل ساعة تطبطب على المايك والسدية مو طالبة ويانا، يعني مو يانا أصلا، فإذا تقدر تطردها. تدرون يعني هي مو يانا؟ يعني إيه هي كتبة تاني، حبيت أضوجكم بالهاي بالشات، فكلش جاي تزعجنا. تمام، راح راوها أجيها صدق بعدين. تحكي واحنا بينا كافيين، عايش بيها هاي. أوكي، وين هي راحت؟ بالبداية يمكن قرأتها أنا أعتقد. إيه، هذا تمام. تمام، فمن دخلت الشحنات هسه صارت ايش قد عندي؟ 30، يعني الصوديوم دخل للداخل سوى الشحنات السالبة صفر، وبعدها ظل يدخل، ظل يدخل لحد ما وصل 30، جهد 30. اوكي؟ اوكي، زين زين، اني هسه خارج الخلية، خارج الخلية ايش كانت؟ كانت موجبة مثل ما تدرون انتم، خارج الخلية كانت موجبة وداخل الخلية كانت سالبة. اوكي؟ احنا داخل الخلية من اجتها الشحنات، داخل الخلية من اجتها الشحنات موجبة، ايش صارت؟ صارت صفر وبعدين صارت موجبة. اوكي، ليش؟ انه اكتسبت شحنات موجبة، اكتسبت شحنات موجبة صارت موجبة. زين، اللي تفقد شحنات موجبة شو صار؟ سالبة اللي تفقد شحنات موجبة شو تصير؟ سالبة سالبة سالبة، تصير سالبة. زين، احنا خارج الخلية مو فقد شحنات لولا، هاي علا دخلت مرة ثانية. اوكي، مو مشكلة، تمام، احنا خارج الخلية مو فقط صوديوم، صوديوم مو قام يدخل من برا ويدخل لي جو، يعني من برا يدخل لي جوا، مو لا، يعني الخارج فقد صوديوم، من فقد صوديوم ايش صار؟ ايش صار في الخارج؟ سالب صار سالب، والداخل ايش صار؟ سالب موجب موجب داخل موجب صار موجب موجب. اذا بدي بوبولرايزيشن، هذا واحد يدخل ولا بدي بوبولرايزيشن، شو يصير؟ بدي بوبولرايزيشن تنعكس حالة الريزنج، شو يصير؟ يصير الداخل موجب والخارج، اوكي، راح ارسم سالب لكم اياها باللون البرتقالي، راح ارسم لكم اياها باللون البرتقالي، هذه هنا موجبة وهذه برا لان فقدت صارت سالبة، تمام، متفقين؟ هسه شنو يعني بس سؤال سؤال، الديبولاريزيشن؟ ليش هو تصير الديبولاريزيشن هو صفر يعني خارج الخلية؟ شلون؟ ما اسمع. هسه خارج الخلية من دخلة الصوديوم داخل الخلية ليش ما صارت صفر؟
تقدرين تكتبي لي اياها بال تكتبي لي بالدردشه اللي ما جاي اسمع بيت. اوكي خارج الخلية ليش ما صارت صفر؟ لأنه خارج الخلية هي كانت شنو؟ كانت سالبة، من فقدت نزلت بالسالب أكثر. العفو كانت موجبة، العفو كانت موجبة. من نزلت صارت، يعني هسه أنا لو عندي 30 برا، 30 برا تمام؟ ودخلتهم كل اللي جوا. صارت عندي البرا صفر، أوكي؟ والجوا صفر. لأن يعني الجو صار كان السالب، ضفت لها موجب صار الصفر، اوكي؟ والبره كانت موجب، وخرجت منها 30 بقت صفر. مو لا لا، زين. انا من قلت لكم هيك شيء، قلت لكم راح اسوي شيء اذا كان الصفر، ما راح اسوي شيء. شريدا اريد لو اكو فرق لازم اكو فرق بيناتهم. فيصور الصوديوم قام يدخل زياده، رغم ما كان صفر، قام يدخل بعد اكثر، قال اريد ادخل بعد اكثر. من دخل بعد اكثر صار نقصان زياده عن اللزوم. برا يعني اذا هو كان صفر فهو نقص اقل من الصفر. قام ياخذ يعني داخل الخليه قام يدخل اكثر من 30، 31 يعني سالب واحد صارت. دخل 32 صار سالب اثنين، وهكذا. اوكي؟ لذلك صارت البرا سالبه والجوه موجبه. وضحت مو؟ هسه اخذنا حالتين، الريستنج والجيبو والريزنج. ها حبي. ليش من داخل الخليه يكون سالب؟ ليش شنو؟ يعني ليش داخل الخلية؟ خلية الأكسون داخل الخلية بالريستينج ليش سالب؟ إي ليش؟ على الرغم من أن البروتين هو أقل من شو اسمه الصوديوم. أنا قلت لكم بالبداية، قلت لكم أكو شحنات موجبة برا مال صوديوم تساوي الشحنات الموجبة مال البوتاسيوم جوا، متين من عندها. لكن الأيون هذا، الأيون مال البروتين والسالب، هو اللي خلالي داخل الخلية أقل، هو اللي خلالي سالب. البروتين اقل من البوتاسيوم. هذا بس بالرسم اقل، بس بالرسم اقل. انت شوف هسه الذره الواحده، يعني من ساعه مثل ما عرضت لكم اياها، الذره الواحده مالت البروتين بها ثلاث شحنات سالبه، وانت تخيل بيها بعد. يعني هذا بس رسم توضيح. يعني كل وحده، كل وحده مال ايون بروتين يعادل ثلاثه صوديوم. يعني الرسم كان هيك، شوف الرسم كان هيك بيه ثلاث شحنات. هذا كله قايله لي انه هذا ايون البروتين السالب. كل جزء بروتين عدد ثلاثة بوتاسيوم. ما جاي اسمعك، تقدر تكتب لي بالشات؟ جزء بوتاسيوم واحد. اكتب لي بالشات. يعادل اكتب لي بالشات وهسه اشوفها. على ما اكمل اشرح اللي وراها. اوكي. الديبوبولرايزيشن هي اللي راح تحدث بها عمليه الانتقال. زين حسن انت جاي تحكي شنو عمليه انتقال، شنو كذا، هسه راح تجيكم السالفه بالسالفه. بس احفظوا لي ذني الاربع حالات. الريستنج اخذناها، السالب جوا، السالب جوا والموجب برا. اوكي. الديبوبولرايزيشن صار بالعكس، انه الصوديوم مو دخلي، سوالي جوا موجب والبرا شنو؟ برا سالب. اوكي. هسه ايش نرجع؟ احنا مو وقرنا ديبولاريزيشن، احنا مو وقرنا ديبولاريزيشن. اوكي. وخرت الحاله مالت اوكي الريستنج، رجعتها ديبولاريزيشن. هسه راح نرجع، يعني شنو؟ يعني وخرت الاستقطاب، وخرت الاستقطاب. هنا اذا وخر الاستقطاب الخليه تموت. يعني اوضح لكم اياها، يعني اذا وخر الاستقطاب الخليه شبيها تموت. كانه شلون؟ كانه شخص جاي يشرب مخدرات، تمام؟ ديبولاريزيشن هذه المخدرات راح تمتع فتره من الزمن وبعدين راح تدمر عقله. انا ديبوبولرايزيشن راح تفيدني بالانتقال، تمام؟ تفيدني بالانتقال، لكن اذا بقت الفتره يعني فتره طويله راح تدمر الخليه العصبيه. فانا حتى تلاحقها وانطيها علاج ايش راح اسوي؟ راح اسوي ريبوبولرايزيشن. الري معناها اعاده او اجين، تمام؟ تعرفون هذه البريفكس، اوكي؟ والبولرايزيشن هو الاستقطاب، يعني اعاده الاستقطاب، تمام؟ واضح لينا؟ المهم هسه حمود لسه ما كتب السؤال، نكتب انا جواب ان شاء الله. اوكي. فهسه مثل ما وضحت لكم،
انه هسه ايش عندي عندي الريسنج خذته والديموبلايزيشن هي اللي راح تسوي لي العمليه مالت الانتقال. لكن الديموبلايزيشن تاثيرها يعني يكون مثل الخادعه، مثل الخادعه هنا يعني تفيدنا فتره من الزمن، لكن اذا استمرت راح شنو راح تدمر الخليه. ليش؟ لان هي زالت الاستقطاب، يعني لازم الخليه تكون فيها استقطاب بشكل دائم. اوكي، فايش راح تلاحق؟ راح تلاحق اسوي لها ريبوبولايزيشن، يعني اجي ارممها كانه جاي اسوي لها عمليه بلاستي. اوكي، جاي ارممها ابنيها من جديد، اسوي لها ريبوبولايزيشن. تمام، سويت لها ريبوبولايزيشن. شنو هو الريبوبولايزيشن اصلا؟ هنا الريبوبولايزيشن ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي عكس عمليه الديبوبولايزيشن. زين شنو؟ انا الديبوبولايزيشن ايش ينتقل؟ ينتقل لي من البرة الصوديوم للداخل. تمام، الديبوبولايزيشن الصوديوم يدخل لي لجوا. اوكي، الريبوبولايزيشن البوتاسيوم يطلع لي برا. وضحت الفكره؟ هي عمليه عكسيه، يعني عكس من السحب. عمليه عكسيه، الديبوبولايزيشن الصوديوم يدخل. اوكي، الريبوبولايزيشن البوتاسيوم يخرج. اوكي، تمام. انا هسه راح نوضح لكم اياها مره ثانيه. وشنو بالتسلسل؟ بالتسلسل يعني شنو حصل بالتسلسل؟ يعني صارت عندي ريستنج، ريستنج كانت عندي برا موجبات وتحت سالبات. اوكي، سويت العمليه ديبوبولايزيشن، صارت صارت برا سالب اوكي وجوا موجب. تمام، هسه ايش راح اسوي؟ راح اسوي لها ريبوبولايزيشن. تمام، راح اسوي لها ريبوبولايزيشن. تمام، شوفوا يا يعني. هسه عندي بوتاسيوم جوا شحنه موجبه، طلع لي برا، طلع لي برا، راح اسوي عمليه ريبوبولايزيشن عن طريق البوابات. طبعا هاي كلها عن طريق بوابات. اوكي، طلع لي برا البوتاسيوم، شو يسمون هذه العمليه؟ ريبوبولايزيشن. من طلع البوتاسيوم لي برا هو شنو؟ شحنته موجبه. اوكي، وهذا شنو؟ هذه سالبه. من طلع لي برا ايش راح يسوي؟ راح يعادل لي الشحنه السالبه اللي برا. هي مشان السالبه راح يعادلها 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 لحد ما تصير صفر، وفوق الصفر يرفعها 30. شلون من الساعه؟ من الساعه الصوديوم من دخل لي سوى لي الشحنه الموجبه صفر، وبعدين نزلها للسائل عفوا، سوى لي الشحنه السالبه صفر، وبعدين نزلها وين؟ صعدها للموجب العفو. اوكي، من الساعه الديبوبولايزيشن. هسه هنا بالريبوبولايزيشن البوتاسيوم راح يطلع لي برا، متى تفتح البوابات مالته ويطلع لي برا، ايش راح يصير؟ راح يصير الفوق برا، يعني عكس العمليه مالت الديبوبولايزيشن. هم انا من راح تنقص حسن بالسؤال. شنو سؤال حسن؟ سؤال، سؤال هو انه هسه العمليتين الريبوبولايزيشن والديبوبولايزيشن شنو تطبيقاتهم بالمحاضره او ربطهم بالمحاضره؟ التطبيقات اللي عليها شنو يستفاد منها المعلومات؟ هذا هسه اللي جاي اشرحه انا شنو يعني تطبيقه بال يعني ما اي اي نعم يعني شنو فائدته؟ شنو هاي المعلومات شنو فائدتها؟ عمود صوتك كل شيء قاطع، تقدر تكتب لي بالدردشه يعني وتقول لي كتبت لك بالدردشه حتى اشوفه؟ تمام، هسه اكتب لك بالدردشه. ها؟ تمام، اكتب لي بالدردشه وقول لي، لان صوتي كل شيء قطع ما افهم من عنده مطلقا. وقل لي كتب حتى ارجع اشوفه. اوكي؟ هسه الريبوبولايزيشن هو خروج البوتاسيوم للخارج. هي عكس عمليه الديبوبولايزيشن. تمام؟ تمام. هسه ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عمليه، انا ارجعها، راح يصير عندي عمليه ريبوبولايزيشن. هذا الريبوبولايزيشن ايش بيها؟ ايش بيها الريبوبولايزيشن؟ راح تكون ايش راح تكون؟ راح تكون عم تسوي لي فرق في فرق جهد كهربائي. راح تسوي لي في فرق جهد كهربائي. بس شنو؟ ملاحظه بسيطه، ملاحظه بسيطه، انه داخل الخليه راح يبقى موجبه، وخارج الخليه يصير سالب. اوكي؟ صح، هي يعني خرجت شحنات موجبه، بس بالناتج النهائي ما راح تخرج بكميه كافيه، كميه كافيه حتى تخلي لي الجو سالب والبرا موجب. يعني شلون؟ يعني لو عندي انا فد 30 30 من البوتاسيوم 30، فراح تخرج بس 10، ممكن تبقى 20 جوا. اوكي، فراح يبقى الجو موجب والبرا سالب، لكن
بالنتيجة النهائية ان البوتاسيوم شبيه طلع لي برا. تمام تمام. هسه الديبو بولاريزيشن اخذناه والريبو بولاريزيشن. الريبو بولاريزيشن مو هاي موجب، هاي مو موجب، والبرا سالب، عكس ما عكس يا حاله من الحالات الثلاثه اللي اخذناها. الريست عافيه، عكس الريست، عكس الريست. تمام هسه راح اجاوب على اسئله حمودي. اول شيء حمودي يقول شنو الفائده اللي راح ناخذها؟ هذه الفائده راح ناخذها بالجهاز العصبي بالسمستر الثالث لو سمستر الثاني بالمرحله الثانيه. فانت اذا ما فهمتها هسه فانت بعد يا راح تعاني بيها. يعني صح يا ما راح تفيدنا وانت ما راح بالمريض تشتغل انه شنو هذا الجهاز العصبي وشنو كذا وشنو كذا وشنو كذا، لكن هاي راح تفيدك يعني بالمرحله الثانيه. تمام يعني بالجهاز العصبي احنا مثل ما تعرفون راح ناخذ الاجهزه العصبيه بشكل مثل ما نقول مركز، يعني كل جهاز عصبي، كل جهاز من اجهزه الجسم راح ناخذه وناخذ كيفيه الشغل مالته والامراض مالته العلاجات مالته كل الاشياء متعلقه به. فانت هنا هسه احنا ماخذينها بشكل هيك عام يعني، لكن بعدين ان شاء الله من راح ندرس الجهاز العصبي راح تاخذه بشكل مركز واصعب من هذا. تمام اصعب من هذا، راح تتعمق اكثر اكثر باكثر. تمام انا نفسيا لو يعني نفس شخصيا هسه ثواني لو يعني لو ما نستفاد من انت ما راح اشرح لكم اياه اصلا، ما اشرح لكم اياه، بس هذا الشيء راح يفيدني هسه ويفيدني بعدين. اوكي بالاضافه الى ذلك اذا تخصصت جهاز عصبي انت تمام، فشغلك مال الاجهزه العصبيه مثل الاي ام او الاي ام اي الاي ام سي العفو ذني كلهن العفو الاي ام جي ذني كلهن راح يتمدن على هذا الشرح، او مو هذا الشرح انما هذا الاليه. تمام خلينا نشوف حوراج قالت هنا الريبو بولاريزيشن تصير بعد التيبو. اي صح بهذا الترتيب، اول شيء ريستنج، عندي ريستنج. الريستنج تتغير، شلون تتغير؟ قلت لكم اذا بحاله راحه، اذا بحاله راحه شو راح يصير عندي؟ اذا اريد اتغير من الراحه سان جاي يعني قاعد ما عندي شيء، الاعصاب مالتي بحاله راحه، اجت فد مثلا جبت الشاي يمي ونشويت بالشاي صار عندي، صارت الاعصاب تحسست، من تحسست الاعصاب تغيرت من الريستنج المن تغيرت لل يسمونه الاكشن بوتنشال. اوكي يسمونه الاكشن بوتنشال ليش؟ لانه اشتغلت الاعصاب بدات توصل لي اعاز للعقل انه ترى هذا فد شيء حار لازم توخر عنه. هنا الريستنج تغيرت يعني العصب انجز شغله، من انجز شغله يسمونه اكشن بوتنشال. تمام معناها انه راحت حاله الراحه. فاول شيء عندي ريستنج، وراها ديبو بولاريزيشن هي العمليه الاساس في انتقال النبضات الكهربائيه والنبضات العصبيه اللي قلت لكم بها هذا راح نعتمد عليه. اوكي بعدها قلت لكم لازم نعدل المسار مالتنا، لازم انه يعني قلت لكم ديبو بولاريزيشن هي مثل المخدرات انه من تاخذها صح راح تمتعك شويه لكن بعدين راح طيح صبغك يعني دمر الجهاز العصبي. اوكي فتلاحقنا ديبو بولاريزيشن بري بولاريزيشن. ليش تلاحقتها بري بولاريزيشن؟ حتى ارجع الاستقطاب مالت الخليه، ارجعها صح عكس الريستنج، بس ارجعتها بها استقطاب ما خليتها بدون استقطاب، خليتها برا سالب بداخل موجب. اوكي هسه ورا ال يعني ورا حاله الديبو بولاريزيشن راح ترجع لحاله الريستنج مره ثانيه. الريستنج اللي اخذناه بالبدايه راح ترجع لي مره ثانيه. اوكي؟ راح ترجع للخليه طبيعيه. يرجع للعصب طبيعي. تمام هسه من مرات تسال النساء؟ ايه تفضلي. حسناني شنو الفرق بين الريبولاريزيشن والديبولاريزيشن اذا هن نفسهم بالشحنه؟ هسه كانه هي ما تغيرت الشحنه. الديبو هي ازاله الاستقطاب. تمام يعني شنو؟ يعني خليت داخل الخليه موجبه والخارج سالب، دخل الصوديوم دخل للداخل يعني انعكس الشغل. بينما الريبوبولاريزيشن هي توها بدايه اعاده الاستقطاب، اعاده يعني الريبوبولاريزيشن هي مثل ما نقول خطوه من خطوات اعاده الاستقطاب او اعاده الخليه للريستنج، حاله الريستنج. احنا بالديبوبولاريزيشن صار عندي جوا موجب والخارج سالب يعني عكس الريستنج. اوكي مو هيك لو لا زين.
بولاريزيشن هو تو جاي يشتغل لي على مود شنو، على مود يرجع لي الاستقطاب بالخلية، يرجع لي انه داخل سالب والبرة موجب. فايش سوى؟ طلع لي البوتاسيوم، اوكي، طلع لي البوتاسيوم اللي برا ليش؟ حتى تقل الشحنة الموجبة جوا وتزداد وين؟ برا. هيك يعني هو حسن بس خطوة تحضيرية للرايستينج شلون؟ مجرد خطوة تحضيرية للرايستينج على مود يحضره على مود أرجعها للرايستينج بالضبط، على مود أرجعها للرايستينج، بس تبقى عكس حالة الرايستينج لأنه بعدني أنا أنه الشحنة موجبة بالداخل وبرا سالبة، لذلك يسمونها حالة عكس الرايستينج. يعني صح جاي أهلا وسهلا، صح جاي أحضر حتى أرجعها رايستينج، بس بعدها هي عكس الرايستينج. اوكي، الخطوه اللي بعدها والخطوه الاخيره، احنا قلت لكم اربع خطوات، الخطوه الاخيره اللي هي يسمونها البولرايزيشن، الاستقطاب او الريستنج، يعني رجعت الخليه طبيعيه. اوكي، بهاي الحاله ايش راح يصير؟ يعني راح الخليه ترتب وضعها من جديد، تمام، تشتغل شغل مره ثانيه، ترجع الصوديوم كله خارج الخليه وتدخل البوتاسيوم كله داخل الخليه وترجع طبيعيه مثل كما كانت، يسمونها بولرايزيشن. هسه عندنا اربع خطوات تمر بها الخليه العصبيه لانتقال الاعاسه العصبيه. اول شيء هو الريستنج، انا ما يعني هسه انا بحاله ريستنج، لزمت الشاي نشويت، انتقل الاعاسه العصبيه، من انتقل الاعاسه العصبيه ايش صار عندي اول شيء ديبو بولرايزيشن، تمام، ديبو بولرايزيشن وصل للاعاسه الدماغ، الخليه العصبيه اذا ما بقى يعني صار مثل ما قلت لكم انه ديبو بولرايزيشن مثل مخدرات، فأعالج هذه الحالة بسرعة، سويت ريبو بولاريزيشن سويت لي، رجعت لي البولاريزيشن يعني حالة الريستنج. أوكي، واضحة هسه؟ تمام، واضحة حلو. يعني هسه أنتم ما عندكم أي سؤال لحد هنا؟ هذه العملية كلها اللي قلتها هسه أنا، هذا تحدث بأجزاء من الثانية، ما تنتظرك تفهم الشرح زين. شلون تحدث؟ هسه راح اكد لكم، شوفوا هسه هذا الاساي جي اي اف ظاهره لكم، الصوره المتحركه اي ظاهره هنا، جسم الخليه العصبيه، شوفوا جسم الخليه العصبيه جاي يتلقى الاعازات، شوفوا هسه قلت لكم جاء من جسم الخليه العصبيه ويتلقى يعني يستلم، اوكي، وين انتقلت على بالاوكسين، هسه عن طريق الاوكسين، شوفوا هسه هذه الاوكسين، هسه هذه كنبضات كهربائيه ناخذها هيك فد شيء خارجي، لكن خلينا نتعمق بيها، تعالوا شوفوا نطلع لي برا، هذه الصوره البيضاء، هسه ما اقدر اكل عليها لانه راح يدفع عندي، هذا الصوره البيضاء هسه هذه اللي دخلت عليها وطلعت، اوكي، شوفوا هنا، لا خلنا اغير لكم اياها افضل، هذه خلنا ناخذ هذه، حتى هذه ما راح تفتح يعني كمان، انتظروني. اوكي، خلنا اوضح لكم هذا الصورة اول شيء، هذا الصورة اللي الكلام المساعة اللي حكيته انا، خلنا اوضح لكم اياها بشكل مخطط حتى من اجهزة الصور مرة ثانية تعرف شلون تقرا، اوكي، هسه هذه الحالة شوفها، اول يعني اول مربع، هنا شنو هو؟ السالب جوا، اوكي، والموجب ايش بيه؟ والموجب برا، انا حالتي طبيعية. ريستنج، تمام. ايش صار البوتاسيوم؟ شوف البوتاسيوم طلع لي برا، هذا البوتاسيوم طلع لي برا، صارت العمليه صارت لي ديبو، العفو شوفوني يعني توهمت، الصوديوم دخل لي جوا، صارت لي العمليه ديبو بولاريزيشن. تعالوا شوفوا هنا هسه، بعد ما دخل الصوديوم اللي جوا صار داخل الخلية موجب، وخارج الخلية صار خارج الخلية سالب، اوكي، من دخل الصوديوم وراها صار ريبو بولاريزيشن، طلع البوتاسيوم شوفوا، من ورا ما طلع البوتاسيوم الدور يعني راح ترجع الحالة طبيعية، ترجع نفس هذه كما كانت زين، اوضح لكم اياها بشكل اخر. هسه شوفوا، انا اشوف منتقل وراح اوضح لكم شلون انتقل الاعاز العصبي بعد ما درسنا كل هذا اللي حكيناه. شوفوا هسه اجى الاعاز العصبي، شوفوا راح ينتقل من اليمين لليسار،
هسه دخل الإعاز العصبي هنا، واضح؟ دخل هنا الإعاز العصبي، تو يريد يمشي. قلت لكم من يريد يمشي لازم يحتاج ديبوبولاريزيشن. زين، ايش سوى الصوديوم؟ دخل الصوديوم لجوه. تمام؟ دخل الصوديوم لجوه. تمام، بعد ما دخل الصوديوم هسه راح ننتقل للمقطع الثاني اللي هو الحالة بي. اوكي؟ دخل الصوديوم لجوه، ايش سوى لي؟ ايش سوى لي؟ شوفوا هذه النقطة المظللة هيك في اللون البرتقالي، شوفوها ذني البرتقالي ذني، هن ذني يعني معناها جاي ينتقل هنا الإعاز العصبي، جاي يتحرك. يعني هسه شوفوا، شوفوا هسه اللون الأزرق هنا، هنا اكو إعاز عصبي، هنا بعده ما واصل، هنا بعده ما واصل، بعده ما واصل هنا. النقطة البرتقالية يعني اكو إعاز عصبي هنا جاي ينتقل. النقطة الخضراء يعني الإعاز العصبي لسه ما واصل لهذه المنطقة، لأنه هو جاي ينتقل، جاي ينتقل هيك. اوكي زين، شلون ينتقل من شويه شويه؟ شلون انجذب هسه هذا هنا بهذه المنطقه؟ شلون انجذب لهذه المنطقه؟ شلون انجذب للمنطقه اللي بعدها؟ شلون انجذب للمنطقه اللي بعدها؟ لازم كل منطقه اسوي ديبولاريزيشن. من اسوي ديبولاريزيشن لهذه النبضه العصبيه راح تنتقل منها تنتقل للي بصفها. اوكي موجت لهنا، هسه اجت النبضه العصبيه لهنا، انتقلت لهنا. تمام، الدور هذا راح تختفي، هذه هسه ديبوبولاريزيشن وهي صارت خربطه. هسه انا اعطيتكم اياها بشكل اكثر. هسه هذه النبضه العصبيه موجوده هنا، وهذه الحاله هنا عندي ديبوبولاريزيشن، مثل ما تلاحظون انه الموجب جوا والسالب برا، عندي ديبوبولاريزيشن، الصوديوم دخل. اوكي، وهذا النبضه العصبيه، شلون اجذب النبضه العصبيه من مكان الى مكان اخر؟ يعني هيج انقلها، شلون؟ لازم اسوي ديبوبولاريزيشن بالمكان اللي بصفها. سويت هنا ديبوبولاريزيشن، انتقلت انتقلت شو اسمه النبضه منا، صارت هنا هسه، صارت هنا موجوده نبضه، بس هنا ما موجوده نبضه، راحت اختفت. بعد ما اختفت النبضه من المكان الاول راحت المكان الثاني، يعني المكان الاول لازم اسوي بي ريبوبولاريزيشن وراجع ريستنج، يعني بعد ما موجود بيها نبضه، ما بعد ما احتاجه. اوكي، يعني صار بتسلسل العمليه شويه شويه. تمام، هسه مثل ما تلاحظون انه هذه هاي الحاله، حاله اي كلها في حاله ريستنج. اوكي، بعد ما دخل دخلت النبضه العصبيه هنا، هنا لازم من تدخل هنا راح اسوي لها ديبوبولاريزيشن. تمام، دخلت هسه الحاله بي، دخلت لهنا سويت لها ديبوبولاريزيشن مثل يعني شيء طبيعي حتى انت انقلها. اوكي، بعد ما نقل، بعد ما صارت بهذه لازم ايضا انقلها للي بصفها، لازم اللي بصفها ما اسوي لها ديبوبولاريزيشن. تمام، هسه روحوا للحاله سي، سويت لها ديبوبولاريزيشن هذه الحاله اللي بصفها، انتقلت النبضه من المكان الاول للمكان الثاني. المكان الاول اللي هو هذا، شوفوا راح اسويه باللون الازرق، هذا المكان الاول اللي هو نفسه هذا، هذا مو راحت النبضه من عنده، بعد ما يحتاج انه يبقى ديبوبولاريزيشن لازم ارجع طبيعي لحالته الطبيعيه، اسوي له ريبوبولاريزيشن وبعدين ارجع ريستنج. هسه شوفوا هسه هذا، هذا اللي باللون الاسود هذا رجع طبيعي لان ما بي نبضه. اوكي، هسه من اريد انقل النبضه من المكان الوردي هذا للي بصفه هم لازم اسوي له بصفه ديبوبولاريزيشن، واللي اللي راحت عن النبضه لازم يرجع طبيعي، اسوي له ريبوبولاريزيشن وبعدين ارجع ريستنج. وضحت مو؟ وضحت؟ اوضح لكم اياها بعد بجي اي اف. راح اوضح لكم اياها بجي اي اف حتى تضبط عندكم. شوفوا هسه هذه، هذه هسه هذه هذه البيضه، شوفوا هذه شفتوها مو؟ شوف هسه، شوف العمليه جاي السالب والموجب يتحوله. شوفوا هسه هذا الموجب، شوفوا الموجب مو ينزل لي جوا والسالب يصعد لي فوق، هذه معناها انه صار اكو ديبوبولاريزيشن. تمام، المكان اللي يتحول بين الموجب لي جوا والسالب لي برا هنا اكو ديبوبولاريزيشن، هنا اكو نبضه. اوكي، بينما من تنتقل النبضه للشحنه اللي بصفها اللي قبلها راح ترجع طبيعيه، راح يسوي لها ريبوبولاريزيشن. اوكي، وترجع طبيعيه. خلينا ناخذ لكم لقطات حتى اشرح لكم عليها حتى توضح الصوره بشكل، يعني اقفلها لكم، تقفل هذه. شوفوا هسه هذه، هسه هاي السالبه، هسه اسويكم اياها بلون هذه السالبه، شوفوا
هنا تبدل التالي السالبه بالموجبه، هنا يسمونها ديبولاريزيشن، يعني هنا اكو نبضه، بينما هذا اللون الازرق كله ما بين نبضات، هذا كله ما بين نبضات، تمام. من راح تنتقل هذه النبضه للي بصفحه مثلا، اللي تنتقل لهذه الشحنه، اوكي، هذا راح تصير سالبه، اللي باللون الورد راح اسويه، هذا راح تصير سالبه، اوكي، ويعني وهذا اللي جوه راح يصير موجبه، يعني هاي تصير موجبه وهاي تصير سالبه، بينما اللي قبلها راح ترجع طبيعيه. سويت لها ريبوبولايزيشن، وش سويت لها؟ سويت لها ريستنج، رجعت ريستنج طبيعي، تمام. مثل ما تشوفون انه الإيعاز العصبي من انتقل منها كان هنا اول شيء بالجي اي اف من الساعه، من عرضت لكم اياها، كان هنا سالب، تمام، بعدها رجع طبيعي، اجت لهنا النبضه، اجت لي هنا، وهكذا راح تستمر. اوكي، راح ارجع لكم على الجي اي اف مره ثانيه حتى تشوفونها بشكل ثاني. شوفوها هسه، شوفوا شلون جاي يصير، ديبوبولاريزيشن ريبوبولاريزيشن ريستنج، ديبوبولاريزيشن ريبوبولاريزيشن ريستنج، وهكذا بالتسلسل. شوفوا بعد عمليه ثانيه، شوفوا هذه، شوفوا هذا، هذه بشيء بسيط، يعني شوف هسه هذا اللون، يعني شلون نسميه، الوردي، الموجب جوا والسالب جوا، يعني هنا شكو اكو نبضه، شكو هنا اكو نبضه، لان السالب برا والموجب جوا، اوكي، متفقين يابا، زين. وراها من راح تنتقل، للي بصفها، راح الاولى ترجع طبيعيه ما بيها شيء، تمام، وضحت لكم الفكره؟ هذه الأخرى، هذه شوفوها الأخرى، تمام، هذه هسه آخذ لكم فد لقطة، شوفوا الأسهم هسه اللي جاي تنتقل، ذن البيض، الأسهم البيض اللي جاي تنتقل، شوفوا هسه منطقة يصير لها ديبوبولاريزيشن، أوكي، منطقة يصير لها ديبوبولاريزيشن، تصير سالبة فوق، والموجب وين ينزل؟ ينزل لي جوا، ورا شوية يعني المنطقة السابقة ترجع طبيعية، تتغير المنطقة اللي وراها، وهكذا بالتسلسل، يعني مثل ما شفتوا هسه، شوفوا هسه هذه المنطقة صارت سالبة، واللي تحتها صارت موجبة، هذه بيها ديبولاريزيشن، بيها نبضة، هناك ونبضة، بينما هي من كانت هنا هذني كلها رجعن طبيعيات، ليش؟ بعد ما به النبضة رجعن طبيعيات، وتستمر العملية هكذا، تستمر عملية انتقال الإيعاز العصبي، تنتقل منها من تشجرات وتستمر بهذا النحو. هسه شباب، مفهوم عملية الانتقال، مفهوم شنو هو الديبوبولاريزيشن، وشنو هو الريبوبولاريزيشن، وشنو هو الريستنج، وشنو هي اللي تحدث بالبداية، وشنو هي اللي تحدث بالنهاية، وشلون ارجعها لخلية طبيعية، اوكي، مفهوم؟ ها هي مفهوم حجي. أحد عنده سؤال ونكمل؟ أوكي، كمل، ما إذا ما عندكم سؤال. هسه أنا عندي فد عاملين، لأن العاملين يأثران لي على سرعة، طبعا هذا نسيت أراويكم، هذا هسه هذه، الفوق هذا الأمو الميلانشيث، يعني الأوكسين، المحور اللي بميلانين، اوكي، والجو ما بي ميلانين، الجو ما بي ميلانين، هذه الصوره هسه راح احتاجها بعدين. عندي فهد عاملين، عندي عاملين اثرا على من، على السرعه مالت من، مالت الإيعاز العصبي. شوف هسه مثلا هذا، هسه هذا هاي جي اي اف، هذه شوفوا انه الفوق شو سريع، بينما الجو بطيء، ليش؟ يعني اكو فد عوامل تاثر لي على السرعه مال انتقال يعني انتقال الإيعاز العصبي عن طريق النيرف او عن طريق الخليه. شنو هذه العوامل؟ اول شيء اثر لي على الانتقال، يعني على السرعه مال الجهاز العصبي، يعني يضمن داخل الخليه، موجود داخل الخليه. اول شيء المقاومه، المقاومه شنو المقاومه؟ المقاومه يسمونها، هذا احنا موجوده بانزيمتها طبعا، لكن من نعطيكم انزيمه طب الزهرات، عفوا، موجوده صفحه 4 طبعا. The resistance within the core of the membranes، يعني شنو؟ يعني المقاومه اللي موجوده داخل الكيبل، يسمونها هو الكيبل، يعني الاوكسين، اوكي، زين. شنو هاي المقاومه؟
تعرفون انت لما اخذينها بالفيزياء شنو المقاومه وكذا وذني السوالف ما اخذينها وتعرفونها انه هي المقاومه التي يبديها الاسلاك التوصيل للتيار الكهربائي وتظهر على بشكل حراره هيج يعني ما اخذينها بالفيزياء تمام. هنا بالجهاز العصبي عندنا عاملين ياثرون على المقاومه يزيدون المقاومه ويقللون من المقاومه. اذا كان الديامتر يعني شنو هو يعني القطر مات الاوكسين مات المحور كبير تصير المقاومه قليله يعني القطر شنو يعني العرض هذا العرض مات الاوكسين كل ما يكون الاوكسين كبير كلما كانت عنده مقاومه قليله. يعني هسه تخيلوها صونده من المي عندك صونده من هذه الصغيره وصونده من هذه الضخمه ايش قد ما تحط بها ماء تاخذ لا تطق ولا تعبك ولا تتكسر ولا اي شيء بينما الصونده الصغيره تخلي لك بها فد شويه طق يعني ما تتحمل يعني تعطيك مقاومه جاي تقاوم الماي تقاوم الضغط عليها بينما الكبيره لا ما عندها اشكال. هسه هذه اول شيء. ثاني شغله اللي هو الطول مال المحور كلما كان المحور طويل كلما كان المحور او الاوكسين طويل كلما زادت المقاومه مالته كلما زادت المقاومه مالته. هسه اذا كان عريض الديامتر مالته كبير فراح تكون المقاومه قليله اذا كان طويل راح تكون المقاومه مالته عاليه كبيره. اوكي زين هسه من ذني النقطتين اللي اعطيتكم اياهم اي شخص بيكم شي يقول لي من هو الاوكسين اللي يستوي فيه صفتين يخليه ينقل لعازل العصب بشكل اكبر. هسه انا قلت لكم اذا كان الديامتر كبير مقاومه قليله يعني راح ينتقل لعازل العصب بشكل اسرع. اوكي واذا كان طويل راح ينتقل لعازل العصب بشكل اقل. اريدا اوكسين يعني في المحور بصفتين يعني هذا الصفتين يتأهل من جميع النواحي انه يكون سريع بنقل الإعاز العصبي. من هو اللي يقول لي اريد صفتين يعني بي عصبي اللي قلت لكم اياهم الطويل تأثر ما هذا شبيه المحور يكون ضعيف هذا شبيه يعني الإعاز العصبي ينتقل بشكل سريع لو بشكل قليل طبعا بشكل قليل يعني اذا كل ما زاد انا اريد انا هسه انت اللي جاوبني ما اعرف اسمك واللي جاوبتني اريد هسه فد اوكسين بصفتين هذا الصفتين اتاهله حتى ينقل الإعاز العصبي بشكل سريع بصفتين القطر مالته عريض والطول قصير بالضبط عاشت ايدك يكون الديامتر مالته عالي يعني عرضه عالي ويكون قصير كلما كان عرض كلما كان قصير وكلما كان عرضه كبير راح ينقل الإعاز العصبي بشكل اكبر. عاشت ايدك. هسه الحاله الثانيه اللي تاثر لي على السرعه مال انتقال الإعاز العصبي شنو هي؟ الحاله الثانيه هي الكاباتينس او الكاباتينس تمام؟ شنو معناها السعه؟ السعه هذه السعه شنو؟ يعني احددكم اياها بعامل واحد مساعدكم جي اي اف تفيدكم. اذا كان المحور يحتوي على ميلانين شيث فتكون السعه مالته عاليه واذا كان السعه مالته عاليه راح ينتقل الإعاز العصبي بشكل سريع. اذا كان المحور ما يحتوي على ميلانين شيث راح تكون مالته السعه قليله واذا كانت السعه مالته قليله راح ينقل الإعاز العصبي بشكل بطيء. واضح مثل ما نلاحظ ويا هذا شوفوا هذا السوداء هنا الفوق بميلانين شيث شوفوا شلون ينتقل الإعاز العصبي بشكل اسرع. الجو ما بي ميلانين شيث شوفوا الإعاز العصبي شلون ينتقل بشكل بطيء لاحظتموه. فهسه اريد فد اوكسين يحتوي على ثلاث صفات تأهله يكون اسرع يكون الدايمتر مالته صغير وبميلانين شيث زين. اريد اوكسين بي ثلاث صفات تكون بها يعني بطيء بنقل الإعاز العصبي دايمتر قصير وطويل وما بي ميلانين شيث. عمي هي قوة شطار. اوكي هسه لهنا انتهى كل شيء يخص نقل الإعاز العصبي وهاي الدوخة كلها هذه خلصناها.
شو بقى عندي؟ بقت عندي بس نقطة واحدة نختم بيها، والدور ننتقل من الابليكيشن، الابليكيشن مال يعني الالكتريسيتي، تطبيقات مال الالكتريسيتي اللي موجودة. لهذه الشغلة موجودة ملزمتنا، موجودة ملزمة الطب الزهراء، هي الحرارة. أنه كل ما زادت الحرارة كل ما زاد نقل سرعة انتقال الجهاز العصبي، أوكي؟ كل ما زادت الحرارة كل ما زاد انتقال أو سرعة انتقال الجهاز العصبي. نلاحظ نلاحظ إذا أنت بالصيف، بالصيف يعني من أي شغلة تتحسس، يعني هسه مثلا أنت بالحر ومستلك جدتك تمام طبعا وخليت ايدك فتيجي على الحائط، حسيت الحائط بارد بسرعه، تحسسته بارد. ليش؟ لانه يعني انت بجو حار، يعني بسرعه تحسسته بارد. بينما يعني بالبرد القارص، بالبرد القارص من اصابعك يوصل الى درجه الانجماد، من واحد يسلم عليك لو انت تلزم شيء تحس بايديك لو ما تحس، اذا انت ايديك يعني باردات كلش تحس بشيء من تلزم شيء، من تلزم فد يعني يعني فد شيء بالخارج تحسه، إذا إيدك جامدة إيدك بردانة أقل لا ما تحس، ما تحس. بما أنه ما تحس أنه لأنه درجة الحرارة الواطئة خلت أنه انتقال الجهاز العصبي كلش قليل تمام، فهسه الحرارة تعمل على زيادة سرعة انتقال الجهاز الجهاز العصبي. نورتنا على سليم. أوكي تمام. هسه لحد هنا كملنا، شوفوا كملنا كل شيء يخص الانتقال للجهاز العصبي والكلاوات بالنهايه، كلها كلها كملناها تمام. هسه راح ننتقل لتطبيقات. شوف التطبيقات ايش عندنا. تطبيقات عندنا ثلاث تطبيقات الحين، عندنا السي في اس تمام، وعندنا يعني مال الجهاز العضلي اللي هو يسمونه سي اي سي ام جي، عفوا سي ام جي، والجهاز العصبي، الجهاز العضلي، ها شنو يعني الجهاز العضلي، تطبيق مالته يسمونها الاي ام جي، والقلبي تقطيع القلب يسمونه الاي سي جي، ومات الدماغ يسمونه اي اي جي. اوكي ثلاث تطبيقات يعني عندنا. راح ناخذ اول واحد، اول واحد راح ناخذه هسه اول تطبيق تمام. اما التطبيق الثاني اللي هو مال الاي سي جي، فاحنا ماخذينه بالعملي، ما اقدر انشرحها مره ثانيه، يعني نفس انت راح تدرسه هناك، وان شاء الله اذا صار لي مجال يعني فراغت اشرح لكم مالت الاي سي جي مره ثانيه، يعني العملي كله اشرحه، يعني حتى ما التزم بالمحاضره، يعني اهلك حتى تقرا تقرا اي تقطيع قلب قدامك يصير بس شويه، يعني راح يعني حتى لو مو هسه، حتى لو مو هسه جوز راح لكم ما بعد الفاينل، اهلك تقرا الاي سي جي بشكل تام، يعني كانه انت متخصص بالقلب. اوكي ان شاء الله. وبالنسبه للاي اي جي يعني هو مال تخطيط القلب، اللي هو الكترو انسيفالو جراف، جراف او جرافي، ما اعتقد اذا كملت هسه هذا وما تعبت يجوز راح لكم، اذا تعبت فخلوا عليكم، بس هو سهل يعني ما في شيء. المهم هسه هذا شوفوا، هذا مال الجهاز العصبي، الجهاز العضلي العفو، الجهاز العضلي شلون اقيس يعني شنو فائدته هذا اصلا؟ اكو بعض الناس يعني تحسسهم يصير كلش يعني بطيء، يعني شلون اقول لك شلون؟ بس انا اجيب شخصين، اكو شخص بس اشكه بالدنبوس شويه واصبعه بسرعه يحس، بسرعه يطفى. بينما الشخص الثاني لو اشكه بالدنبوس راح ياخذ فتشي 3 ثواني يلا يحس، يلا يقول اخ تمام؟ هذا ما بي شيء صحي اول واحد، بس الثاني لازم فد عنده اعتلال، عنده فد شيء، عنده دميج يعني تدمير بين بعض النيرفز، بعض الـ يعني الاعصاب، لذلك خلاه يعني الاحساس مالته كلش بطيء. اوكي زين زين شو اسوي له؟ شلون اعرف؟ شلون اعرف هذا الشيء؟ شلون افحصه؟ افحصه يعني بالجهاز اللي يسمونه هو يعني مالت العضلات يسمونه الاي ام جي، اللي هو الكترو مايوغرام. يعني شنو يعني هو الكترو؟ معناها كهرباء تمام، والمايو معناها العضله، والجرام او الجراف او الجرافي هذا كله يدل على الريكوردينج والايميج. اوكي فيعني معناها تخطيط، او يعني معرفه تخطيط الكهرباء الموجوده بالعضله، لان نعرف عن الكهرباء، الكهرباء شنو؟ الجهاز العضلي يستقبل او يشتغل
بالطاقة الكهربائية، طاقة يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية. الطاقة الكهربائية منين ياخذها؟ ياخذها من الدماغ، يجي الإعاز من الدماغ. تمام، زين. أول شيء لازم نعرف شلون يتصل، شلون يتصل ال، شنو هي الأعصاب اللي تتصل بالعقل. هسه أنا من أريد أشغل مصباح فلازم أخلي بيه سلك، أوكي، حتى أوصله بالكهرباء. العضلة من أقطع عنها الأعصاب راح تموت، يعني مو تموت يعني تموت بعد ما تنمو كذا، يا صح بعد ما تنمو يصير بها ضمور، لكن أقطع عنها الأعصاب بعد ما أقدر أحركها، ما أقدر، كأنه مقطوعة من الجسد، لكن أضيف إلى الأعصاب راح ترجع طبيعية، يعني راح تتحسس وراح تشتغل وكذا. بس لازم نعرف شنو هو التركيب، شنو هو التركيب اللي يربط بين الجهاز المركزي ويا العضلات. شوف، اوكي، هسه هذا عندي عضله انا، هنا هذه، هسه عندي عضله، شوفوها، مقطع يعني من عضله، مقطع سكشن. هذه المقاطع مكونه من، متكونه من الياف، منين؟ هسه هذين الخطوط، شوفوا هذين الخطوط اللي يسمونه الالياف. اوكي، يسمون المصل فايبر، يعني يشوفون هذا باللون الاخضر خليتي مصل فايبرز. جيد، ايش عندي؟ عندي فت اسلاك، اسلاك توصل لي بين اسان، عندي يعني العضلات، هسه عضلات اليد مالتي هذه اللي بالارم، تمام، الترايسبس والاسان، الترايسبس هذه بالخلف، نفترض ان هسه هذه الترايسبس، اوكي، من اريد اربطها، من اريد اربطها يعني بيمن بالجهاز العضلي، بالجهاز العصبي المركزي يعني، فراح يجيها الإعاز. منين راح ينتقل؟ راح ينتقل من الدماغ، اوكي، للدماغ، هسه هذا الدماغ مثلا باللون الاخضر، اوكي، وانتقل لي الإعاز من الدماغ للسبينال كورد، انتقل لي السبينال كورد. السبينال كورد بدوره راح يودي لي الالم للاعصاب، والاعصاب وين تودي لي؟ تودي لي العضله. هسه هاي العضله، هذه العضله لازم عندي فد اعصاب توصل لي بين السبينال كورد، اوكي، وبين العضله. شو يسمون هذه الاعصاب او شو يسمون هذه الاسلاك؟ يسمونها الموتور يونت، الاعصاب، اعصاب التحكم العري الحركي، اوكي. موتور معناه فد شيء ميكانيكي او ماكينه او عمل او كذا، تمام. واليونت هي وحده، هي وحده يعني يسمونهم اعصاب، وحدات الحركه، تمام. بس ذني كلهن، ذني كلهن وحدات حركه. هسه نعرفهن، هذا شوفوا هذه، ذني الحمور، ذني يسمونهن وحدات حركه. ذني جاياتني منين؟ جاياتني من السبينال كورد، هذا يربط لي اياه بيمن بالعضله حتى اقدر اوصل الإعاز العصبي. زين، الواحد اللي هو الموتور يونت الواحد ايش بيه يتفرع لي؟ شوفوا هسه ارسم لكم على جهه الموتور يونت الواحد، هذا الموتور يونت، شوفوا انا اكبر لكم شويه، هذا الموتور يونت، تمام. بنهايه راح يتفرع لي هيك، يتفرع لي، اها، تمام، الى فروع. هذه الفروع بنهايتها اكو فت يعني بليده هيك يسمونه، يعني فت نقاط او مراكز ارتباط، يعني هيك فالدوائر، تمام، اوكي. بنهايه ذني التفرعات، ذني بحدود التفرعات قد يكون عدد، يعني يكون عدد مختلف من حسب منزلتنا، موجود من 50 الى 200 خليه ليفيه، اوكي، قالها بخير او سامحها بغير غير مصدر اخر، انه يكونون يعني 5 الى 10 من فايبر. الفايبر تختلف عن الخليه، ركز، الخلايا من 50 الى 200 خليه يرتبط بها، بينما الفايبر يعني حسب اللي سامع يرتبط من 5 الى 10، 10 فايبرات، 10 يعني الياف. اليونت، الموتور يونت الواحد، اوكي، جيد. فذني، ذني هسه مثلا الخمسه راح يربط لي، يرتبطن بيمن كل واحد من عتين راح يرتبط، راح يرتبط لي فايبر واحد. هسه شوفوا هذا ارتبط بفايبر، اوكي، هذا ارتبط بفايبر، هذا ارتبط بفايبر، هذا فايبر، هذا فايبر، بالنهاية أنه كل واحد ارتبط له فايبر. الموتور يونت الواحد ارتبط له بخمس فايبرات، تمام؟ هذا يعني الأناتومي مالت العضلة،
اتصال الأعصاب العضلة، عرفتوها هسه هذه؟ تمام خلاص سمعتها إن شاء الله مفهومة. هسه شو نريد يعني نسوي ريكوردينج، نريد نسوي يعني فالعملية أقيس بها الإيعاز العصبي مالت العضلة. شلون؟ هي باستعمال مثل ما قلت لكم يسمونها الـ EMG. هذه العملية هذه هي تقيس لي زين شلون راح أطبقها على الإيد البشر. هسه أنا عندي إيد، هذه هسه إيد، هذه يعني مقطع عرضي، هذه هسه مقطع عرضي، هذه معناها داخل الجلد، تشوفوها باللون الأخضر، هذا داخل الجلد مالكم علاقة به اللي أخذناها من ساعة وضحت لكم، هذا داخل الجلد مالكم علاقة به. هسه هذه خارج الجلد اللي هي باللون الأحمر، شوفوا هذه خارج الجلد. خارج الجلد شنو؟ خارج يعني خارج العضلة، يعني الشكل الخارجي. فأنت هنا سوين أنت اللي ظهر لك هذا اللون الأحمر، شوفوا هذا اللون الأحمر أنت اللي ظهر لك، اللي ظهر من يجيك المريض ما تدري شكو جو شكو ماكو جو. فش راح تسوي؟ أول شيء راح تسوي أنت تخلي يسمونه سورفيس إلكترويد، تمام؟ هذا شوفوا سورفيس إلكترويد، وين تخليه فوق العضلة اللي أنت تشيك بيها أو اللي تبي تسوي لها إي إم جي، اوكي خليناها فوق. اوكي هسه هذا احد الاقطاب مالت جهاز الاي ام جي. زين القطب الثاني يسمونه النيدل، هذا شوفوا هذا النيدل، وانا اخليه اغرزه بالعضله شويه، شلون هسه الاوبرا الحقنه، اغرز النيدل شويه بالعضله، يعني صار دخلت فتش اثنين اشياء، اول واحد النيدل خليته جوا بالعضله بالداخل، تمام، والسورفيس الكترويد هذا وين خليته فوق الجلد يعني، وما دام سورفيس يعني بالسطح خليته على السكن على الجلد. هسه هذه الاليتين لازم اخليها على الايد حتى اعرف الاي ام جي مالتها، تمام. شنو فائده النيدل؟ فائده النيدل هو ميجر سنجل موتور يونت اكتيفيتي، يقيس شوف سنجل، ركز سنجل يعني سنجل موتور يونت، يعني موتور يونت مفرد واحد مو كليه، بس واحد يقيس لي، لان هما من راح ياخذ هم ايش كم موتور يونت عندي بالعضله، هذه عندي يعني كل شيء هواي. زين شنو شلون احسبهن؟ ما عندي طريقه عمليه لحسابهن حتى اعرف انه العضله جاي تؤدي ادائها بشكل حلو او مو حلو، فراح احسب الواحد والبقيه اخذ عليه الكل، احسب الموتور يونت واحد والبقيه اخذ عليه الكل. فهذا النيدي راح يحسب لي الواحد الموتور يونت واحد سنجل، مو اكثر من واحد فقط، تمام. هذه هسه عمليه الربط. زين شلون هذا الكلام كله شرح، يعني ماكو داعي احكي، جاي احكي لكم اياه هيك يعني الكلام بالشرح. هذه العاسه، هذه اليد، شوفوا هذه اليد، اخلي اول شيء ايد المريض، بعدها اخلي النيدلات وهاي مالت فور سكين اللي قلت لكم بيها سورفيس الكترويد، خليهم وين على العضله. هسه انا خليها ثاني النيدلات، شوفوا هنا هسه خليتن على مختلف العضله. ايش راح اسوي؟ شوف ايش راح اسوي، لازم اقسم المنطقه، انا المريض لازم يجينا اقسم المنطقه، اخلي مسافه محسوبه بين نيدل واخر، بين قطب واخر اللي خليتن على المريض باللون الاخضر، هذن المسافات حاسب هنا، اوكي تمام جيد. خليتن ايش راح اسوي هسه؟ انا اجيب دمبوس، هذا دمبوس باللون الازرق، شكيت بين المريض هنا، اوكي راح اشوف المريض ايش قد يلا يتحسس. طبعا شنو هذا انا مشكل الوايرات والنيدلات وين مشكلها بالمريض، هذه راح تقيس لي السرعه مالت انتقال الايعاز العصبي مالته. فمن شكيته بالدنبوس شو راح يسوي؟ طبعا هو جاي اوضح لكم الفكره، جوز هو ما شكيته بالدنبوس او شيء، فمن شكيته بالدنبوس هو يعني راح اشوفه ايش قد ينتظر يلا يتفعل، ايش قد الوقت التايم، ايش قد يلا يسوي لي ريسبونس، يسوي لي فتره فعل، ايش قد، تمام. هذا الجهاز جاي يقيس بهاي، هو جاي يقيس الجهاز ما له علاقه، تمام. فشفت انه مثلا استغرق وقت لنفترض فات خمس ثواني يلا رد لي، يعني وخر ايد المريض من شكيته خمس ثواني يلا وخر ايد. ايش راح اسوي؟ راح احسب المسافه، قانون عندي قانون مال السرعه مالت من جيت، اريد احسب السرعه، اريد اشوف السرعه طبيعيه مالت انتقال الايعاز العصبي لو لا، عندي القانون مالت السرعه، والقانون مالت السرعه تعرفون انتم ازاها على الزمن. فاحسب
اخذنا حتى المعادلات الزمنيه يعني العام، احسب اشوف ان المسافه ايش قد، المسافه ايش قد، هذني المسافات احسبهن تمام، يعني بين واحد بين قطب واخر، خليهن فوق مثل ما تلاحظون هسه هو مخليهن فوق، خليني اغير لكم باللون الجوزي، شوفوا هسه هو مخليهن فوق، هذا لك هذا كبير ثواني، هذا شوفوا مخليهن فوق، وبعدها ايش كاتب جوا؟ كاتب الزمن، لان هو الساعه يمه ولازم يعرف شنو هو الزمن، فيخلي الزمن جوا ويقسم ويشوف السرعه مالت يعني الجهاز العصبي هل هي طبيعيه غير طبيعيه الى اخره من هذه السوالف، تمام هسه شباب؟ فهو اخو ما يقعد يسوي هيك ويحسب، يعني هو عنده جهاز اي ام جي ويحسب بي وانتهى الموضوع، هو يحسب لك كل شيء الجهاز بعد ما مخلينا احنا هسه. هذا هو كل ما يخص الاي ام جي اللي هو قياس الجهاز العصبي. بالنسبه للقالب هذا اللي كترو كارديوغراف او جرام او جرافي ذني، ان شاء الله تاخذونه بالملف العملي، فما اعتقد اكو داعي اشرح لهم سهلات يعني اشرح لنا يا دكتور امجد، وجوز اشرح لكم اياها بعدين يعني، وخلي لكم ملف يشرح بالعربي مشروح بالعربي كلش مهم وكلش حلو، خليك تقرا الاي سي جي بشكل عام ما تتخصص يعني، كانه من هسه انت دكتور قالب تقدر تقرا، ومخلي لكم اياها بالبوت ونشرح بالقناه كذلك. يبقى مات الدماغ هذا اي جي يعني صراحة شوي تعبت يعني. صرت ما ادري شلون، ف الله يسعدك اخذ رأس شوية، ها الله يساعدك اخذ رأس شوية، مو خاف تنعسون؟ لا لا عادي يعني، هو شلون اشرح لكم اياه؟ شوفوا هي عملية معقدة طبعا، مو معقدة وانما لازم يراد لها واحد خبرة، لان بيها اكثر من قطب، بيها اكثر من قطب هي هذه العمليه، شلون ما تلاحظون بالراس انت لازم تخلي ذن الاقطاب بمسافات شنو يعني؟ هو شوف هذن الادوات اي شيء يسمونه ابلكيشن، مو شرط تحفظه حفظ بس تفتهم الطريقه، نقول ايش اعطاك الابلكيشن؟ هسه ليش اعطاك الاي سي جي؟ ليش اعطاك الاي ام جي؟ ليش اعطاك اياها بالكهرباء؟ اعطاك اياها بملف وحده حتى تعرف شنو الفائده من اعطاك الالكتريسيتي اون تمام؟ انا جاي احكي يعني بالنيابه عن اللي صاحب المصدر تمام، فهم يعطوك الابلكيشن حتى باكر عقبه من تمر تمر بكلمه اي سي جي تمر بكلمه اي ام جي شو تقول؟ تقول هاي وين تستعمل؟ تستعمل بالايد، اقيس بها الاعاز مالت الايد، زين ليش اقيس الاعاز مالت الايد؟ ايش دخله بالاي ام جي؟ ايش دخله بالكهرباء؟ اقول له لانه الاي ام جي يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ميكانيكيه عن طريق الدماغ، ويعني تعيد هذا الشرح كله اللي سويته انت، هذا في شيء عملي يفيدك بالمستقبل، مو معناها انه لازم تدقق وتحفظ حفظ، يعني هسه ايش قد ما قرينا ما راح تفهم، ما راح تحفظ، ليش؟ لانه هذا الشيء عملي، واي شيء عملي اذا ما طبق بيدك ما راح تحفظه مطلقا، مطلقا ما راح تحفظه، ما راح تتعلم له مطلقا ابد، الا طبقه بيدك وتشوفه شنو هو يلا تحفظه بسرعه، تحفظه من اول مره بس الطبقه. اكو فرق، كلش فرق بين التطبيق العملي وبين النظري. النظري هي اشياء اذا ما تحفظها حتى لو طبقت عليها فد شيء ما راح تخبالك، هي نظري انت لازم يعني بعقلك تسوي لك فكره تشتغل عليها، بينما العملي كل ما تريد تقدر تريد تحفظ ما راح تقدر تسيطر الا شنو؟ الا تطبق بايدك. ابسط مثال هو طب الاسنان، هسه لو تشوفون طب الاسنان كلش سهل يختلف عن الصيدله، هسه ليش يعني الطبيب الاسنان يكون يعني مثل ما نقول لازم عنده فد الاكتيفيتي مالته عالي او يعني يشتغل، لازم يعرف سرعه البديهه مالته عاليه، شنو شغله كله كله يدوي يعني اكثر العملي بنسبه 80%، انت متخيل عملي او 70 الى 80% والباقي الباقي نظري، بينما مثلا الصيدله هسه النظري مالته 90 او 80%، فرق كل شيء هواي. المهم هسه هذا مو موضوعنا، لكن اقول لكم انه شنو فائده الابلكيشن؟ ليش خلينا هنا؟ مو خلى احد يموت يحفظها، لا شو تسوي هسه انت؟ نشرح لك هذا الشيء، شو تروح تفتهمه؟ مو فهمته خلاص، مو لا تركز لي على ان التفاصيل ولازم تحفظ للنقطه وكذا، لا تروح شوف لك فيديو على اليوتيوب شلون جاي يقيسه، ليش؟ حتى تطبع الفكره ببالك وتتخلص من كل العراقيل اللي يسبب لك النسيان وكذا ولا يعني اي شيء انت تشوفه او تطبقه بايدك راح يتركز دماغك بشكل كبير كلش. اوكي، فهسه مثل ما قلت لكم مثل ما تشوفون انه ذن الاقطاب لازم تثبتهم بطريقه معينه على جسم على الراس يعني على السكول الفروه مالت الراس تمام، فهذا يعني ما راح انت تثبتها من هسه تعرف اكيد،
بعد يوم ندخل المختبرات يعني يلا تعرف شلون نثبت هي الأساس. هذا الرسم بس توضيح يعني، مثل ما تعرفون انه هذا الرسم احنا ماخذينه بالفيزياء بالملف ما ذكر منه، بس ماخذينه بالفيزياء اعتقد بالبرجر، ما ادري ما ذكر صراحه. مهم بالبرجر الطريقه مال هذا انه يعني الفكره مالتي كلها انه لازم اول شيء اربط الاقطاب، يعني مثلا الاي قدام الاي، البي قدام البي، يعني بطريقه منتظمه. وهذا الطريقه المنتظمه صح مخلي عليها خطوات هو، تمام. اسوي اول شيء شارح ليها شنو هي، هذا اول سطرين شارح ليها شنو الاي اي جي، شنو الاختصار مالتها، هذا شرحت لكم اياه قلت لكم اياه اي واحد يقدر يقرا. الالكترويد قال لي ترى هذا يعني المي يعني من مصنوع، هو عباره عن اقراص، شوف هذه الاقراص، هاي الالكترويد اللي توضع على الراس فضيه، قراص فضيه موضوع على الراس، شوف هذا السطر الثاني، تمام. هذا ديبيند اون بارت اوف ذا برين باي ستوديد ذيس الكتروس اوت اون ذا هيد هذا سام ارياس، يعني ذني شلون عالية شغلها انه من ثبتين على الراس انه راح يلتقط الاشارات الكهربائيه. شوف هذا ساده، هذا كله خرط، مو يعني خرط اقصد ما بيه فائده، هذا الشيء من تفتهمه خلاص ماكو داعي تحط. ليش؟ ما راح اشوف فيديو عليه توضيح، راح تطبع الفكره ببالك 100%. اوكي زين، اللي وراها هسه خلينا نشوف شنو اللي اعطيكم اياها. الاشارات مال الاي اي جي هسه تجيكم فراغ لازم تحفظونها، تساوي تقريبا 500 مايكرو فولت مالت من مالت الاي اي جي، هسه هاي لازم حفظ، يعني اكو اشياء حفظ اكو اشياء فيه، تمام. اوكي هسه هنا مثلا الفريكوانسي اللي يعني الترددات مالت هذا الدماغ مال هذا الجهاز ايش قد يسحب الترددات، مثل ما نعرف انه هو تنتقل في الموجات، تنتقل في الموجات من هذا الاقراص للدماغ ومن الدماغ للاقراص حتى اقدر يعني اشخص او اقدر اسوي في تخطيط معين للدماغ. فالرينج مال الفريكوانسي يعني يعني يستعملون له وحده البيتا، قياس البيتا. بس هذا ممكن تجيك سؤال كذا يعني شنو اللي استعملها او يعني شنو وضع لكم اياها، يعني ممكن تجيك فراغ اكو اشياء قلت لكم حفظ واكو اشياء فهم. هسه مثلا قلت لكم اول شيء الجهد مالته لازم تكون 50 مايكرو فولت، صار 50 مايكرو فولت اوكي، لازم بما النق اذا قالت لك بما النقاس لازم تقيسها بالبيتا، هذه اشياء عمليه ونظريه يعني تحفظها ولازم بعدين تطبق عليها. اوكي الفريكوانسي منين يعني عندنا احنا مثل ما تعرفون دلتا اوكي وجاما وبالاضافه الى ثيتا، فالبيتا هذه شوفوها البيتا تكون اسرع مثل ما تعرفون انتم، الاسرع هذا خلناها بالنوويه بالعام السابق والفيزياء، البيتا تكون اسرع لذلك تكون لها او يعبرون عنها بالفاست رينج يعني المدى الاسرع، وش قد تكون حوالي 13 هرتز هذه حفظ. الدلتا تكون الابطأ يعني ابطأ من ديك اللي خدناها البيتا وتكون من 0.5 الى 3.5 هرتز، بينما الثيتا هم سلو بس انترميديت سلو يعني متوسطة النقصان تكون من 4 الى 7 هرتز. ذني شنو فائدتين الموجات؟ ذني الموجات اللي استعملها بجهاز الاي ام جي استعملها حسب حاجة المريضة، حسب الجمجمة يعني حسب التشخيصات اللي راح اسويها مثلا، يعني هذا الكلام اللي راح اجيه هسه هذه الفقره ممكن صحيحه وممكن مو صحيح. مثلا جان هساني السمك جمجمتي اكبر من الطفل مو لولا، ف ممكن اني احتاج يعني احتاج بيتا الي بينما الطفل ممكن اقدر احتاج لها دلتا، يعني دلتا الفريكوانسي مالتها من 5 0.5 الى 3.5 لان هي سمك مال الطفل يعني قليله سمك الجمجمه، فاحتاج فريكوانسيات عاليه قليله يعني مو عاليه، بينما انا جمجمتي تكون اسمك فاحتاج فريكوانسي اعلى. اوكي يعني قلت لكم هذا ممكن صحيح وممكن خطا، لكن مجرد اوصل لكم الفكره يعني الفريكوانسي استعملها حسب الجهاز او حسب يعني الشخص اللي لازم اسوي له الفحص حسب جمجمتي حسب يعني فت أشياء أساسية يعتمدها. طبعا الـ EEG ممكن عليها صفحة واحدة
اعتقد انزيمات نفسها اشوفها هي صفحه واحده، اما الصفحه الثانيه فيها كلاوات. انا الصراحه الصفحه الثانيه قرأت اللي هي الاوبجكت 3، اذا عندكم انكم مازال فاهمين اوبجكت 3 انا ما قرأتها كلش بس فهمتها بالعربي وكافي، لانه شنو تعتمد على الفيزياء، فيزياء بحت وكانه نسخه منين من الفصل الخامس مال الفيزياء، مثل الفصل السادس مال الفيزياء العام اللي هو مال الثنائي، لا مو الثنائي، مال الموصل او الشبه موصل، موصل من نوع ان وموصل من نوع بي والى اخره، فما راح تفيدني بالطبع بس اطلعت عليه هيك فد معلومه حتى خفت تجيني بالامتحان كذا، بس ما حفظت لاني يعني فد شيء فيزياء بحت، وقلت لكم اي شيء فيزياء بحت اني بس اطلع عليه ما احفظه، وشي الطبي فاني احفظه واتمعن بيه اكثر. هذا كل ما يخص المحاضره مالت الكترسيتي. ان شاء الله يا رب قدرت ان اوصل الفكره ولو شويه، ولو خليت تشلي بعدكم، وهذا اللي قدرت له طبعا، واتمنى ان انتم فهمتوا. هذا الصور كلها راح احولها للقناه حتى تستفادوا من اعتذارتو، تمام. اتمنى انه قدرت افيدكم يعني باكبر قدر ممكن، وشكرا لاستماعكم. اللي عنده سؤال عنده كذا يتفضل.